بعتت ان احنا كده لايف. مساء الخيرات على حضراتكم، بالرحب بحضراتكم لو حضراتكم موجودين معانا في البينار النهارده. التعرف على منحه ام حطب. انا هدى الخنيني، استاذ مساعد بجامعه الاسكندريه وعضو بإياس. هنبدا بس الويبينار بتعريف عن نشاطات الكاباسيتي بيلدينج اللي بترأسها الدكتوره ايريني، استاذ مساعد بجامعه النيل. فتفضلي دكتوره ايريني. إيريني ايوه، اتفضلي. يا ترى كده حضراتكم شايفين السكرين؟ ايوه تمام، اتفضلي. تمام، مساء الخير. احنا حابين نعرفكم على مجموعه من الاكتيفيتيز اللي احنا بنعملها في الكاباسيتي بيلدينج، اللي هي الجزء بتاع تنميه القدرات في اكاديميه الشباب اياس، اللي تبع اكاديميه البحث العلمي. فاحنا عندنا كذا نوع من الاكتيفيتي بنعمله. احنا عندنا يعني برامج متوجهه وتدريب متوجه اكتر للشباب، تدريب متوجه لبعض الباحثين، تدريب متوجه للبابليك. فمن ضمن المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها مواضيع زي sustainable development، green energy. بنحاول نبني قدرات في الجزء ده، بنتكلم على السوفت سكيلز والانجينيرنج سكيلز، بنتكلم على رياده الاعمال entrepreneurship، بنتكلم على الليدرشيب. بنحاول نعمل ندوات بتوري مجموعة من البارتنرشيبس اللي بنعملها لكيفية ان احنا نعمل ستارت ابس بسيطة للشباب في بداية مستقبلهم. يعني الهدف الاساسي ان احنا بنحاول نديفلوب كل السكيلز والنوليدج والكاباسيتي لجميع الافراد في المجتمع عن طريق اياس. عندنا كذا مجموعة من الاكتيفيتيز اللي بنعملها. هوري حضراتكم سريعا، احنا كنا عملنا ندوة اتكلمنا فيها على sustainable development، اتكلمنا واحدة ثانية على النكسس ابروتش اللي هو الريسيرش اللي هو ليه علاقة بالووتر والانرجي والاجريكالتشر والاندستري والويست مع بعض. اتكلمنا على حاجات ليها علاقة بالكلين انرجي وكيفية ان احنا نعمل sustainable development وويست مانجمنت. اتكلمنا برضو في ندوة على ريادة الأعمال وإزاي نقدر إن إحنا نعمل أنشطة ونخلي الشباب تتشجع إن هي تبقى عندها their own business من وهم صغيرين، على أساس ده حاجة بتساعد المجتمع. اتكلمنا برضو ندوة تانية على إزاي نعمل grant writing وإزاي نكتب بطريقة scientific، سواء paper سواء review. اتكلمنا على جزء ان احنا دايما في جاب ما بين الاكاديميا والاندستري، اتكلمنا ازاي نحاول نحسن الجاب ده ونساهم في تغطية الجاب. اتكلمنا في ندوة على حقوق الملكية بالذات في الاختراعات وبراءات الاختراع. اتكلمنا في ندوة تانية عن الساينتفك ثينكينج وايه دوره وايه هدفه وازاي نفكر بطريقه لوجيك وازاي نحط ريسيرش كويستشن. فالحقيقه عندنا اكتيفيتيز كتير، مبسوطين انكم معانا وبنحب دايما انكم تشاركوا. والدكتور وليد، اتفضلي يا دكتور هدى لو تحبي تقدمي دكتور وليد عشان نبتدي الندوه. شكرا جدا دكتوره ايريني. احنا طبعا كلنا متشوقين جدا للمحاضره اللي هيديها دكتور وليد. دكتور وليد هو استاذ مساعد علوم المواد التكنولوجيه جامعة بني سويف، وبرده دكتور وليد حصل قبل كده على منحة أم حطب، علشان كده هو أكتر حد ممكن يفيدنا النهارده ازاي لو حد من حضراتكم حابب يقدم على المنحة بإذن الله. اتفضل يا دكتور. شكرا جزيلا دكتورة هدى، وطبعا أنا بتشرف إن أنا موجود معاكم النهارده، وإن شاء الله أتمنى إن أنا أفيدكم وإن أنا أديكم يعني بعض التيبس اللي تساعدكم في إن أنتم تحصلوا على المنحة بتاع النهارده. اتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نضيف لبعض، ولو في حد عنده اي سؤال يقدر ان هو ان شاء الله في نهايه الندوه نقدر ان احنا نجاوب عليه ان شاء الله. وان شاء الله هنغطي من خلال الندوه دي هنقدر نغطي المجموعه الايتمز اللي موجوده قدامنا، اللي هي ليه احنا بندور دايما على فند للابحاث العلميه بتاعتنا وبندور على مشروعات، ليه بنعمل شراكات علميه ومع جامعات من بره مصر، وبرضه ليه لازم يبقى فيه برضه شراكات اللي هي سواء كانت على المستوى الدولي او المستوى المحلي، ازاي اوجد شريك اجنبي وازاي اوجد المشرف اللي انا هعمل معاه التعاون ده. وده الحقيقه بتمشي برضه نفس الكلام على لو انا بدور على منحه او لو انا بدور عندي منحه وبدور على استاذ ان انا اطلع عنده والكلام ده. احيانا الناس ما بتعرفش، خاصه طبعا الشباب بيبقى بيدوروا هي ازاي اجيب مشرف اجنبي.
من بره. الحاجة الثانية ازاي بقى نكتب المشروع نفسه بكل الايتمز بتاعته، هنمر عليها واحدة بواحدة، وهندي بعض التيبس كده للناس لو ان شاء الله ان شاء الله تقدر من خلالها تقدر تكتب المشروع بشكل كويس. برضو في جزء في المشروع اللي هو البادجت، لان الميزانيه بتاعت بتاع مشروع الخاص بتبقى يعني مختلفه شويه عن ميزانيات المشاريع الثانيه. كل مشروع بيبقى له طريقه في كتابه الميزانيه بتاعته طبقا للقواعد اللي هم حاطينها، فان شاء الله انا اعدي عليها. واخر حاجه بقى، ليه احنا هنعمل ده وليه هنعمل التعاون الدولي ده مع الجانب ده ونخليه مستمر معانا. فطبعا ده من ضمن الحاجات ان شاء الله ان احنا نعدي عليها. لو بنتكلم على اول نقطه اللي هي اهميه ايجاد تمويل للابحاث العلميه، وانا ليه بقدم على مشروعات؟ في بعض من الناس على فكره يعني ما بتاخدش الموضوع ده بجديه وما بتدلوش حقه، وفي نفس الوقت بيبقى عندها نوع من انواع السلبيه اللي هي تقول لا ما انا لو قدمت مش هتاخدني. قال لك كده، حاول مره واثنين وثلاثه، ما فيش ادنى مشكله. كلنا ما كناش بنعرف نكتب في الاول، بس اتعلمنا. تتعلم ازاي؟ تتعلم من المحاولات. حاول ومش هتخسر، يعني خليك حاولت واترفضت، ايه المشكله؟ المشروع اترفض، ما فيش، مش نهايه المطاف. في بعض الاحيان المشروع بيترفض في جهه التمويل، بتروح تقدمه في جهه تمويل ثانيه وبتاخد عليه فند، وممكن تبقى الفند في الجهه الثانيه يكون اكبر. فاذا انت ما فيش ما يمنع ان انت تعمل المحاوله، ودي اللي انا بصراحه دي اللي لازم كل الشباب الباحثين، احنا طبعا هم المستهدف بتاعنا النهارده. طبعا في اساتذه وفي ناس خبره وعندها خبرات كبيره جدا في المشروعات وكتابه المشروعات، لكن الحقيقه ان احنا كاكاديميه الشباب احنا بنستهدف اكتر الشباب الباحثين. فمهم جدا ان انت تدور على مشروع فند ليمول الابحاث بتاعتك. ده هيساعدك في عده حاجات. اولا انت دلوقتي كلنا بلا استثناء عارفين يعني ايه بحث علمي، عارفين يعني ايه تكاليف البحث العلمي، عارفين بيصرف قد ايه. ناس كتيره جدا مننا في جامعات حكوميه، وعارفين ان الجامعات الحكوميه الفند اللي بيبقى متوفر فيها البحث العلمي ما هو الا عباره عن يقول لك خد سلفه، والسلفه دي لا تتعدى عده الاف، حاجات صغيره 5-6 آلاف، ده في بعض الجامعات بتبقى اقل من كده. وده طبعا لا تكفي اي شيء. معلش انا دلوقتي عشان انا في مجالي مثلا عشان اعمل عينه وراح احللها على ترانسميشن الكترو مايكروسكوب او سكاننج الكترو مايكروسكوب، العينه مش هتقل باي حال من الاحوال عن 400-500 جنيه. ده عينه واحده. طب انا في البحث الواحد بيبقى عندي كام عينه؟ وده تحليل واحد. فبالتالي لو جمعت كده عدد الحاجات اللي انت محتاجها عشان تعمل بس بحث، وكمان ده انت ايه؟ ده انت بتفترض ان كل الحاجات اللي انت تعملها هتطلع معاك من اول جوله، يعني فمحتاج لك بحوالي مش اقل من 20,000 جنيه. ده كده انا بدون مبالغه يعني، علشان تعمل كل التحاليل وكل الاناليسز اللي لازماك علشان تعمل البحث بتاعك، وده بتكلم في بحث واحد. طب لو انت لو مش ده المستهدف، لو انت معاك مثلا طلبه، الطلبه دول احيانا بيبقى جاي لنا طلبه يعني مش هيقدروا يشيلوا تكاليف زي كده، وداخل على ماجستير او داخل على دكتوراه، فانت محتاج ان انت على الاقل خالص تساعد الطالب ده ببعض التحاليل وتوفر له بعض الفند عشان يقدر ان هو يساير الاسعار بتاعت التحاليل اللي موجوده. الحاجه الثانيه الكيميكالز، ودي حاجه مهمه جدا. يعني حضرتك دلوقتي علشان تشتغل محتاج كيماويات. طب افرض انا عندي جزء والجزء الثاني مش موجود، هعمل فيه ايه؟ اصبح دلوقتي يعني زي ما انتم عارفين وكل الناس عارفه ان مرتبات بتاع اعضاء التدريس اللي موجوده في الجامعات مثلا الحكوميه، كنا الاول بناخد جزء من مرتبنا ونقدر نشتري بيه الحاجات، لكن دلوقتي الامور صعبه جدا في ظل ظروف الارتفاع الاسعار وكده. فعشان كده مهم جدا ان انت تبحث على مصدر ثاني تمول منه الابحاث. ما توقفش، لان انت دورك ان انت باحث، سواء كنت في مركز بحثي او كاستاذ في الجامعه، انت برضو دورك باحث بالاضافه طبعا للتدريس بالنسبه لاعضاء التدريس اللي في الجامعات. فمهم قوي ان احنا ندور على ايجاد تمويل. هيوفر كمان ايه؟ هيوفر لي امكانيات. انا مثلا في مشروعات بتبقى الفند بتاعتها كبيره، يعني مثلا لو بنتكلم مثلا في سنتر اوف اكسلنس زي الحاجات اللي بتنزل في الاست دي اف وكده، فنلاقي ان الفند بيوصل لارقام كبيره، يعني ممكن يوصل 20 مليون في بعض الفند. فبالتالي اقدر ان انا اسس معملي كويس جدا. يعني لو انا مثلا حد راجع من بره مصر، في مثلا بعض الجرانتس اللي بتنزل تبع الاس تي اف مثلا اللي هي الري انتجريشن بتبقى توصل حوالي 3 مليون تقريبا. فمعلش لو انا خدت بس من الجزء ده
مليون ونص وحطيته في بند الاجهزه، وده طبعا كله ده حسب الميزانيه بتبقى مسموح لك بحاجات لحد ليميت معين، فانت تقدر من هنا تقدر تزود البنيه التحتيه وتقدر تحسنها، تقدر تبني معمل كويس، تقدر تجيب له اجهزته، الاجهزه اللي هي اللي تخدم شغلك انت، اللي هي بعد كده هتخدم او هتخدم على ابحاثك دي. الحاجه الثانيه، في ناس كتيره جدا، وده احنا مرينا بالكلام ده فعلا، كنت بتضطر علشان تقلل التكلفه فتعمل اقل حاجه ممكن تتعمل وعشان تقفل بيها البحث وتمشي. طبعا ده مش اسمه بحث علمي، يعني انت ما الا ان انت يعني ايه من الاخر عايز تقفل ورقه بحثيه وتنشرها وكل عام وانتم بخير. وتتنشر فين بقى؟ اذا كانت اتنشرت في على مجله على سكوبس ولا مجله ملهاش امباكت فاكتور ولا طب ما انا لو معايا فلوس وقدرت ان انا اجيب فن اقدر ان انا من خلال ده اعمل ابحاث ذات قيمه. ليه؟ لان انا خلاص مش قلقان، اللي انا كنت قلقان منه اصبح مش موجود، معايا الفند اللي يقدر يغطي على الاناليسز والكيميكالز و والكلام ده كله. وكمان انا لما اوفر فند انا هبعد نفسي تماما عن موضوع ان انا اطلب سيلف من الكليه او من الجامعه او من القسم ويتوافق لي عليها وما توافقليش عليها واقعد انا محلك سر. طب وانا ليه؟ ما انا اسعى وابدا ادور على جهات اللي بتمول او اللي بتدي فند للمشروعات او كمشروعات او بتمول ابحاث واقدر اجيب من خلالها اكتب مشاريع واجيب من خلالها الفند اللي يمولي الابحاث بتاعتي. فده هيوفر علي وقت كتير جدا. في حاجه ثانيه ان انا في بعض المشروعات بيبقى في بنود ان انت تحضر مؤتمر او ان انت تحضر ورشه عمل او ان انت تحضر دوره تدريبيه، واعتقد كلنا بلا استثناء بيبقى في احتياج كبير للحاجات دي. فانا لما بيبقى عندي فند من خلال مشروع مش هقعد بقى احسبها يمين وشمال والكلام ده كله. طبعا ببقى لازم ابقى متبع الرولز بتاعه الجهه المموله، ولكن انا عندي جزء من الفند مخصص لهذا الغرض، فبالتالي اقدر احضر مشروعات، اقدر احضر مؤتمرات واحضر ورش عمل واحضر كمان دورات تدريبيه. فده مهم جدا 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 سواء كان داخل مصر او خارج مصر، برضو طبقا للفند والرولز بتاعه الفند اللي هو بتبقى محطوطه من الجهه المانحه. الحاجة المهمة برضو ان في بعض المشروعات بيبقى في حاجة اللي هي الـ indirect cost، ودي بتبقى او الـ overhead، دي بتروح للجامعة بصراحة، بتتراوح من 5 وفي احيانا بتبقى 2% 5% وفي احيانا بتبقى 20% حسب كل مشروع. وفي بعض المشروعات زي مشروع بتاع النهاردة ده ما ينفعش الجامعة تاخد indirect cost، اللي هو الجزء ده ان الجامعة بتستفاد ماليا من خلال ان انت بتجيب المشروع ده، فهي بتاخد 20% من التمويل او 10% او 15% حسب كل مشروع وحسب الرولز بتاعه التمويل. فانت اذا الجامعه بتستفاد من هناك لان هي الجامعه اكيد بتوفر لك الانفراستراكشر بتاعتها. الحاجه الثانيه واللي مهمه جدا، انا كنت بقول لكم ان احنا زمان كنا ممكن ندفع من مرتباتنا عشان نعمل تحاليل ما فيش فلوس مش هقدر، ومعلش السلفه اللي انا باخدها من الجامعه قليله مش مكفيه. طيب فكنا بنضطر ان احنا تضطر تدفع من جيبك او تدفع من مرتبك او يعني تقطع جزء وتدفعه في الكلام ده. فاذا انت حافظت على فلوسك الشخصيه بتاعتك انت. الحاجه بقى في بعض المشروعات ان بيبقى فيها بند للسالاريز للمرتبات بتاع الفريق البحثي، فتلاقي اصبحت ان انت ممكن تحسن دخلك عن طريق مشروع لو كان التمويل بتاعه كويس. فبيختلف طبعا نسبه الانسنتيفز اللي بتدفع للعضو الفريق البحثي من مشروع للتاني ومن جهه لجهه اخرى. طبعا في المشروع اللي احنا فيه ده ما فيهوش انسنتيف، فعشان كده بتختلف من المشروع للتاني او من جهه مانحه لجهه تانية. اذا كل دي حاجات بتخلي اي واحد فينا لازم يدور على ان هو يوجد تمويل لشغله البحثي. وانس ان انت وجدت تمويل، صدقني انت لو بتنشر بحث هتنشر اثنين، لو بتنشر اثنين هتنشر اربعه وهكذا، شغلك هيتضاعف. ولو انت بتنشر في امباكت فاكتور واحد او اثنين هتلاقيك بتنشر في امباكت فاكتور اعلى، لان انت بتدي للشغل حقه وبتدي ما بتقلقش من ناحيه ان انت تصرف عليه. ليه؟ لان انت عندك الفلوس اللي تغطي المصاريف بتاعه البحث بتاعك. فده حته مهمه جدا جدا وهتفرق مع اي واحد واي جروب بحثيه بتعرف تجيب مشاريع، صدقوني هتلاقي في فرق كبير جدا جدا واضح في الببليكيشنز بتاعتها، وهيبقى واضح في الامباكت بتاعها عن اي جروب او اي عضو هيئه تدريس ما بيقدرش يجيب مشروعات. وبرضه احنا ممكن نبقى بالتعاون مع الدكتوره ايرين ان احنا نعمل زي ورك شوب تاني برضه
عن ايه هي جهات التمويل وايه المشروعات اللي بتنزلها كل جهه تمويل، لان في حاجات كتيره جدا جدا نقدر نستفيد من خلالها من اكتر من جهه تمويل، سواء داخل مصر او خارج مصر، لتمويل الابحاث وتمويل المشروعات. النقطه الثانيه اللي هي اهميه عمل شراكات علميه مع جامعات عالميه. صراحه الموضوع ده مهم جدا. انا ما ينفعش ان انا افضل على المستوى المحلي، انا لازم انتشر، لازم اعمل العلاقات بتاعتي. بتفرق كتير قوي قوي قوي. وهضرب لكم يعني بعض الحاجات على 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 بتفرق في ايه. انت لما بتعمل تعاون مع جامعه بره، امكانيات الجامعه بره بتبقى في معظم الاحيان بتبقى عندهم امكانيات عاليه جدا، ودايما معظمنا سافر بره وعارف كويس جدا. يعني انا دايما كنت اقول لهم اليوم بره باسبوع هنا في مصر. هو مش عشان اي حاجه، لا، علشان التولز موجوده جنبك. معلش انا ممكن احضر العينه واخر اليوم اخدها واروح اعمل لها الاناليسز المطلوبه. انا هنا في مصر، معلش انا محتاج ان انا احجز مثلا عينه على جهاز معين. لا الجهاز ده مشغول، تعال لنا الاسبوع الجاي، طب تعال لنا بعد اسبوعين. وقت مستهلك كتير جدا وانت قاعد يعني متشوق ان انت تعرف نتيجه الحاجه اللي انت عملتها دي، التحضير اللي انت عملتها، الماده اللي اتحضرت ولا لا، طب الشكل اللي طلع اللي انا عاوزه، المورفولوجي اللي عايز المورفولوجي اللي انا عاوزها طلعت معايا ولا لا. كل الكلام ده ميزه بره ان هو كل حاجه متوفره لك، فبالتالي انت بتقدر تنجزها. فعشان كده ان انا بقدر اوفر امكانيات بحثيه مميزه هتقدر تعملها من خلال الشراكه، من خلال الشراكه عن طريق ان انت لو سافرت بره من خلال مشروع زي كده في تبادل السفريات، او من خلال ان انت بتبعت العينات بره وهم بيعملوا لك، ما ده نوع من انواع الكولابوريشن مع الجامعات بره. طيب الحاجه الثانيه، كنا بنتكلم في النقطه الاولانيه ان الفند نفسه بيخليني ادي للشغل حقه، فبالتالي اعلي من الامباكت بتاع الشغل ده. نفس الكلام لما بشتغل مع جامعات من خارج مصر او جامعات يعني عالميه ذات رانك عالي، بقدر ان انا ارفع من مستوى النشر بتاعي او من مستوى النشر الدولي. فبتلاقي ان هم اولا بتلاقي هم عندهم اكيد فرق اللغه بيفرق كتير جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، عشان في امكانيات زي ما قلت لك هتلاقي البحث بتاعك اللي هو المخرج من المشروع او المخرج من التعاون ده هتلاقيه ان هو طالع حاجه ممتازه جدا، فبالتالي ان انت تقدر تبعته في مجلات ذات امباكت فاكتور عالي. بالاضافه لكده ان في بعض التولز اصلا مش موجوده هنا في مصر. يعني في احنا جينا في مره من المرات، انتوا عارفين ان تقريبا ان اجهزه، مثلا هضرب مثال في بعض، يعني ما اعرفش طبعا خلفيات الناس اللي موجوده ايه، ولكن هضرب مثال مثلا على جهاز زي الاكس بي اس. الاكس بي اس كان في مره هو في جهاز واحد موجود هنا في مصر حاليا لنا طبقا لمعلوماتي يعني، والجهاز ده في مره كان عطلان. تخيل انت لما يجي لك من الايديتور او من المجله احنا عايزين تحليل الاكس بي اس، شكرا. لو انت مالكش ريليشنز بره مش هتعرف تبعت العينه دي بره تتعمل، وانت عندك هنا في مصر مفيش، فاتحطيت في ورطه بصراحه. ولو رديت على المجله او على الايديتور ان انا ما عنديش، يا قبل يا ما قبلش، يعني يا قبل العذر بتاعك يا ما قبلوش. طب انا ليه احط نفسي في حاجه زي كده، في حين ان انا ممكن ان انا انتشر واعمل تعاونات ودي هتفيدني كويس جدا. الحاجه الثانيه ان انا ما بتعاون مع مدرسه علميه بره، المدرسه دي المدارس هناك بره، المدارس العلميه هتفيدك جامد جدا في ان هي هتعمل لك يعني ارتقاء بيك، وهتتعلم منها انت والطلبه بتوعك. يعني انت والطلبه بتوعك هيبقى في ارتقاء بالمستوى البحثي بتاعكم، لان هم هناك برضو زي ما في الحلو في الوحش، عشان كده مهم جدا وانت بتختار، وده لسه هنتكلم فيه لما تيجي تختار الشريك الاجنبي بتاعك. ففي مدارس بحثيه مميزه جدا وفي مدارس بحثيه يعني في كل حته ده موجود. فدي هتبقى فرصه بصراحه كويسه جدا ان انت من خلال التعاون العلمي ده مع الجامعات عالميه ان انت تعمل تعاون علمي يرتقي بالمستوى العلمي ليك وللمجموعه البحثيه بتاعتك. برضو من خلال التعاون العلمي ده انت تتبادل خبرات. يعني مشروع زي مثلا المشروع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده بتاع محطب، انت هتاخد خبرات كتيره من خلال المشروع ده لما بتتعامل مع الناس اللي بره، حتى لو اول مره تتعامل معاهم هم بيديروا ازاي في المعامل عندهم،
طب الشغل بيدور ازاي، طب المشروع نفسه بيدور ازاي، كل دي خبرات بتضاف لك بالاضافه للخبرات التكنيكال في الشغل نفسه. يعني انت الخبرات دي انواع، فهيضاف لك خبرات كتيره جدا من خلال ان انت تعمل شراكات مع جامعات اوروبيه او امريكيه او 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 ايا كانت الجامعات دي في انهي قاره، بس المهم تبقى جامعات ذات رانكينج عالي. برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا ان انت لما بتعمل شراكات مع جامعات زي كده بتوفر فرص للطلبه بتوعك وليك انت شخصيا. يعني انت كشباب، يعني انا بخاطب شباب باحثين حال دلوقتي، هلاقي ان احنا مثلا انا بدور دلوقتي مثلا على بوست دوك ان انا اطلع اجراء ابحاث ما بعد الدكتوراه. طيب تلاقي الباب دلوقتي مفتوح مثلا تروح تقدم في البعثات. البعثات تقول لك طب هات لي اكسبتنس ليتر من بره. شروط، طيب لو انت ما لكش علاقات والكلام ده كله، او لو انت موجود عامل شراكات وعلاقات بسهوله جدا. يعني انت ممكن يعني من خلال التليفون بالواتساب، لو انت عامل الشراكات دي بالفعل وموجوده هيتبعت لك، فمش هتاخد وقت. في حين واحد لسه ما عملش الكلام ده هيبدا يدور، وهنقول ازاي يدور دلوقتي، ازاي يوجد الشريك الاجنبي. فهتلاقي ان هي بتفيدك جدا، ولما تعمل علاقات قويه جدا مع الاجانب هتلاقي ان انت بسهوله جدا تقدر تطلع عدد من الطلبه بتوعك دول لبره علشان مثلا ياخدوا تريننج او يقعدوا فتره سواء 4 شهور 6 شهور 3 شهور ايا كان، او ياخدوا منحه كامله. يعني لو هضرب مثال مثلا، انا عندي اكتر من طالب الحمد لله الحمد لله طلعوا دكتوراه كامله بره في الاماكن اللي انا عامل معاهم علاقات. في بعض الاماكن الثانيه قدرت الحمد لله انا اطلع بعض الناس ل6 شهور، وطلع بعض الناس ل4 شهور او 3 شهور. فاخر حاجه مثلا يعني الاتفاقيه اللي هي بتاعت إيراسموس بلس، ودي ممكن نبقى نفرد لها برضو زي ويبينار تاني، اتفاقيه فيها عدد موبيلتيز كتيره جدا، ان انا اقدر نقدر نعمل زي موبيلتي ما بين الجانب المصري والجانب الفرنسي، ونودي عدد من الطلبه هنا ونجيب طلبه من هناك وهكذا. كل دي مش هتتم الا من خلال ان انت عامل شراكات علميه، لان ده مهم جدا. وعايز اقول لكم على حاجه مهمه قوي بالنسبه لموضوع مشروع انحوتب. المشروع ده طبعا بيبقى المشرف عليه من الجانب الفرنسي اللي هو الملحق الثقافي الفرنسي، اللي هو اللي موجود في المنيره هنا في تبع السفاره الفرنسيه، بالتعاون طبعا مع الاس تي دي اف، لانه جهه التمويل اللي بيتمول من الجهتين دول، الاس تي دي اف سوري ده المشروع الثاني اللي بينزله الاس تي دي اف. في مشروع ثاني بينزله الاس تي دي اف بيبقى تمويل مشترك ما بين الاس تي دي اف وما بين الملحق الثقافي الفرنسي اللي هو في المنيره. تخيلوا ان مشروع محوتب ده دايما بيحطوه كمرحله ثانيه، بمعنى ان انت بتاخد البوست دوك اللي هو المشروع بتاع البوست دوك اللي هو ما بين اس تي دي اف والملحق الثقافي الفرنسي واي جامعه بتروح انت في فرنسا، بعد ما بترجع من خلال المفروض ان انت تعمل استمراريه للتعاون عن طريق ان انت مثلا تقدم على مشروع محوتب وتاخده، فيكيب الكولابوريشن اللي انت بداته من خلال البوست دوك اللي انت عملتها. في بعض الاحيان الايه بتتعكس، الناس بتاخد مشروع محوتب الاول وبعد كده تاخد البوست دوك اللي هي المنحه دي اللي بيقدمها الملحق الثقافي الفرنسي. فنرجع مره ثانيه لايجاد الشريك الاجنبي. في حاجه ثانيه بقى، ان انا لما بكون معايا شريك اجنبي اقدر اقدم لمشروعات ثانيه. في مشروعات مع الاتحاد الاوروبي كتيره جدا. طب لو انا ما عنديش شراكات علميه مع جامعات مختلفه، مش بتكلم دلوقتي على فرنسا فقط، انا بتكلم على كل الاتحاد الاوروبي، مشاريع مثلا زي مشروعات مشروعات مثلا الإيراسموس. مشروعات الإيراسموس فيها انواع كتير وكلها بتحتاج شركاء من الاتحاد الاوروبي او من اوروبا، فبالتالي انت لازم، او لو انت عندك نيه ان انت تعمل الكلام ده، مهم قوي ان انت يكون عندك شراكات علميه هيساعدوك ويكتبوا معاك ويتعاونوا معاك في ان انت تقدم لمشروعات زي كده. في اكتر من مشروع بينزل برضو
سواء على أكاديمية البحث العلمي أو الاس تي دي اف أو غيره، بيبقى عبارة عن شراكة زي الشراكة المصري الأسباني، الشراكة المصري الإيطالي، الشراكة المصري الألماني، كل دي مشروعات شراكات. وكل المشروعات اللي هي بتاعت الشراكات دي بتبقى دايما محتاجة شريك من الجانب التاني. فإذا لو أنت بقى عندك الشراكة دي وأنت عاملها بالفعل، هيسهل عليك الموضوع جدا في ان انت تقدر تحصل على التمويل او تحصل على المشروع ده، لان انت اوريدي بيبقى عندك شراكه قائمه من قبل، فدي بتدي ثقه للممول ان انا لا ده انا ده انا مش بنشئ كولابوريشن جديد بس، ده انا كمان بعمل زي تعتبر زي سستينابيلتي للكولابوريشن اللي موجود بالفعل، وده بيبقى زي تراست، وده مهم جدا. عشان كده كنت بقول لكم ان المنحة الثقافي الفرنسي دايما كان بيبص المشروع ان حطب ان هو يبقى تكمله للباحث اللي بيروح بوست دوك بره ويرجع، بس طبعا في بعض الاحيان في حين كتير بيبقى بعض الباحثين بياخدوا مشروع ان حطب الاول وبعد كده يقدموا على المنحه اللي هي تبقى نازله من الاستديف والمنحة الثقافي الفرنسي، ويقدروا يسافروا لفتره في جامعه فرنسيه. الحاجه المهمه قوي قوي ان انت لما بتتعامل مع جامعه ذات تصنيف عالي وعامل شراكه معاها، انت بترفع الرانك بتاع الجامعه بتاعتك. ليه؟ لان انت لما بتيجي الشراكه اللي انت عملتها دي طالع منها اوتبوتس، الاوتبوتس دي مثلا الابحاث انت بيبقى ممكن يبقى عندك دبل افيليشن، او ممكن ان انت بتبقى الافيليشن بتاعك وفي افيليشن تاني مثلا بتاع المشرف اللي هناك او الجانب اللي هناك بتاع الجامعه التانيه. فاذا على نفس البحث تلاقي مثلا وليكن الجامعه مثلا انا فيها جامعه بني سويف، وليكن مثلا معايا جامعه هارفارد، ام اي تي مثلا، جامعه وليكن في فرنسا مثلا الجامعه اللي انا كنت فيها باريس ساكلاي 14 عالميا، فبتتكلم في الجامعه 14 وورلد دايت توكل تصنيف شنغهاي مثلا، وانا في جامعه بني سويف، فبالتالي انا من التعاون اللي انا عملته ده بيرفع الرانك بتاع الجامعه بتاعتك. فده بتبقى حته مهمه جدا جدا. الحاجه المهمه قوي ان انت لو بتنظم ورش عمل او مؤتمرات بتحتاج الناس دي كويس جدا، لما تكون عندك استاذ واثنين وثلاثه بتتعامل معاهم، وانت دلوقتي المركز او القسم او الجهه اللي انت شغال فيها بتنظمه مؤتمر وعايزين انفايتد سبيكرز، اكيد انت هتلجأ للناس اللي انت تعرفهم دول اللي انت معاهم عامل معاهم شراكات وعامل معاهم شغل علشان ييجوا يعملوا ورك شوب او يدوا محاضره او يبقى في تنظيم مؤتمر معاك و و و والكلام ده. يعني احنا مثلا في جامعه بني سويف عملناه كتير مع الجامعات اللي احنا بنشتغل معاهم. الحاجه المهمه برضو تانية ان انت لما بتيجي مثلا بتعمل كولابوريشن زي كده وبعت طلبه بره، الطالب ده بيحصل تبادل ثقافي وبيحصل تنمية لغوية، وده الحقيقة تلاقي ناس بتسافر وترجع يقول لك ايه والله انا حاسس ان انا اتغيرت بعد ما رجعت. يعني هو راح قاعد هناك 6 شهور مثلا مش كتير، ويرجع لك بعد ما رجع لا حد تاني اختلف من ناحية المايند بتاعه، وهو السفر هو طبيعة السفر كده كده، يعني دي من فوائد السفر ان هو بيأثر عليك، بس انا بتكلم على التاثير الايجابي تمام. بالاضافه لكده ان هو بيحسن اللغه عند الطلبه وعند حضرتك لو سافرت او الطلبه سافرت وقعدت فتره، نتيجه التعامل اللي انت بيتم على طول مباشره ما بينك وما بين الشريك الاجنبي بتاعك، فبالتالي بيحصل زي تنميه للغه، وفي نفس الوقت بيحصل تبادل ثقافي وتلاقي فكرك اتغير، فكرك هيتغير تماما. من الحاجات المهمه قوي اللي هي التعلم والنقل بتاع التكنولوجيا. يعني مثلا انا لما كنت بره في جامعه في فرنسا كان هما دايما بيهتموا قوي في التعاون مع الصناعه، وده حته كريتيكال قوي يمكن هنا في مصر احنا بنفتقدها الحقيقه. لكن تعاونهم مع الصناعه ده انا لما رحت هناك واحتكيت بالموضوع ده افادني جدا جدا جدا، وخلاني لما باجي اشتغل هنا دايما عيني على ان انا اعمل حاجه سيمي اندستريال، اعمل بروتوتايب علشان فيما بعد ممكن يتحول للاندستريال سكيل. فلو لقيت حاجه زي كده وقدرت تتعلم الكلام ده ان انت تعمل نقل للتكنولوجيا، ده هيبقى حاجه رائعه جدا جدا. يعني الحاجه بقى الطموحه
ان انت ممكن تاكستند التعاون ده، ان انت تعملوا برامج مشتركه مع الناس دي. انت جامعه كبيره جدا، انت بتتعاون معاها بره، تقدر تعمل معاها برنامج مشترك، وده الحقيقه اللي بتهدف ليه الحكومه حاليا دلوقتي في الجامعات الجديده اللي بتنشا، حتى الجامعات الاهليه. يعني احنا عندنا في بني سويف مثلا جامعه بني سويف الاهليه اللي تحت الانشاء حاليا، من ضمن اولوياتها ان احنا نعمل شراكات بحثيه مع جامعات عالميه، ونعمل وحتى واحنا بنعد البرامج الدراسيه بتاعتنا بنبقى حاطين قدام عينينا البرامج الدراسيه بتاع الجامعات الكبيره دي، علشان فيما بعد لما تيجي تعمل برنامج مشترك يمنح بالتعاون مع جامعه تانيه، ودي حاجه خطوه كبيره جدا ومهمه جدا، وبعض الجامعات عاملاها تمام، بتبقى خطوه ايجابيه جدا جدا. ممكن حتى لو انت ما وصلتش لمرحله ان انت تعمل برامج دراسيه جديده، ان انت تعمل تطوير للبرامج اللي عندك من خلال الناس الخبراء اللي بره دول، يعني من خلال التعاون اللي انت بتعمله ده ممكن ان انت توصل للتطوير بتاع المقررات او تطوير البرامج الدراسيه. واعتقد الدكتوره ايريني خير مثال على ده، وهي شاركت في تطوير برامج تطوير مقررات من خلال مثلا السنتر اوف اكسلنس بتاع الميه اللي هو بالتعاون مع اليو اس ايد. فدي كانت حاجه ناجحه جدا، انت بتطور مقررات بتاع برامج دراسيه موجوده، ودي خطوه ايجابيه تقدر تتعمل من خلال الشراكات اللي انت بتعملها. برضو من ضمن الحاجات اللي انت ممكن ان انت تستفاد بيها من او مهمه جدا من خلال الشراكات، ان انت الاستاذ اللي انت عامل معاه شغل او في تعاون ما بينك وبينه سهل جدا ان هو يدي حاجات محاضرات اونلاين. ودلوقتي اعتقد بعد جائحه كورونا كلنا اتجهنا للاونلاين، كنا بنستصعبه في الاول وكانت الدنيا فيها مشاكل و و و، دلوقتي بقى خلاص بقى امر واقع، كلنا دلوقتي بنشتغل اونلاين. فبالتالي اصبح سهل جدا ان استاذ في جامعه كبيره يقدر ان هو يدي ان شاء الله محاضره واحده للطالب يقدر يستفاد منه ويقدر يستفاد بالخبرات اللي عنده. كل دي حاجات نقدر ان احنا نستفاد بيها، ونقدر نقول عليها ان هي مهمه جدا جدا، ان احنا لازم نتجه ان احنا نعمل شراكات علميه مع الجامعات العالميه. طبعا في جميع الدول، انا ما بتكلمش على فرنسا لوحدها. طيب نرجع بقى لرقم ثلاثة، هو ازاي نوجد الشريك الاجنبي للمشروع البحثي؟ الحقيقه مش للمشروع البحثي بس، انا لو بدور على، لو انا هقدم على بعثات، لو انا بدور على شريك لمشروع، لو انا بقدم على ببحث على منحه، احنا يعني بشوف بعض من الناس، واحنا كنا كده، انا كنت كده، كنت بقعد ابحث اقعد ابحث وابعت للاساتذه اللي بره، ممكن ابعت ل 200 واحد بساله على منحه، او مثلا في مثلا دي من فاتحه وانا عايز اقدم مشروع، او اقدم ان انا اخد سفر 6 شهور، او اخد منحه دكتوراه كامله، محتاج استاذ من المانيا. طيب ماشي، انا هدور على اللي هو الاساتذه الاجانب اللي هم من المانيا علشان اشوف المناسب ليا واختاره وابعت له. ناس كتيره جدا هتقول لك انا ببعت وما بيردش، عادي جدا، ده الطبيعي ان هو عليهم ضغط من كل دول العالم بيروح لهم. طبيعي ان اي حد استاذ في جامعه كبيره وهو عنده ريكورد من الانتاج العلمي كويس جدا، فطبيعي جدا ان كل يوم هيجي له ايميلات، ناس بتطلب ان هي تروح له، ناس بتطلب انها تتعاون معاه. فبالتالي خلي بالك طويل، وفي نفس الوقت ابعت مره واثنين وثلاثه، وابعت لعدد كبير، ما تحطش فوكسنج على واحد او اثنين وتقول لي انا بعت، ده مش منطق. طيب ازاي بقى ان انا اجيب الشريك ده؟ بكل بساطه انا دايما في طرق قصيره للموضوع ده. يعني انا مثلا في حد عاوز يقدم على منحه في فرنسا وعاوز مجرد بس اكسبتنس ليتر من 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 استاذ، طبعا مهم جدا جدا جدا، يعني هو كل واحد بيختلف من واحد للتاني. انا دايما مثلا ما باجي ادور انا بدور على التوبك اللي انا رايح فيه. فانا مثلا كواليد بشتغل مثلا كوتر الكتروليسيس او ووتر سبليتنج مثلا، يعني او الكترو كاتاليسيس، فبالتالي انا بدور على مشرف شغال في النقطه دي. فبعض من الناس، وده انا بصراحه ما اعرفش ده مش صح بالنسبه لي، يعني بيدور واللي يرد عليه هو يأقلم نفسه على الحته اللي هو بيشتغل فيها. انا شايف ان ده مش صح،
يعني انا مثلا كحد بشتغل في شغل ماتيريال ساينس او نانو تكنولوجي، فالماتيريال بتاعتي تشتغل في اكتر من حاجه، بس انا ما ينفعش اروح زي يقول لك انا ببعت والصناره لما تغمز اروح مع اللي غمزت معاكم كل عام وانتم بخير. لا، ما هو انت مهم جدا جدا ان انت عندك اتجاه بحثي بتاعك، فانت مهم جدا ان انت لما تدور على المشرف او الشريك الاجنبي بتاعك يكون في نفس الحته بتاعته عشان يفيدك كويس جدا، يديلك من خبراته تقدر تستفاد من المشروع بتاعك او من السفريه بتاعتك او او او, أو. فده مهم قوي. ففي طرق كثيره للموضوع ده، ان انت حضرتك لو في مثلا حد عنده زي تعاون قبل كده مع مشرف بره او مع جهه الاجنبيه اللي انت بتدور عليها يقدر ان هو يوصلك بيهم، وده طرق يعني قصير. ليه؟ لان انا مثلا كوليد بيبقى عندي خبرات او عندي مثلا زي التواصل ما بيني وما بين الناس اللي بره، فبالتالي هم عندهم ثقه ما بيني، انا باني ثقه ما بيني وبينهم. فلما اجي اقول له والله ده فلان عاوز يقدم معاك، هو نتيجه الثقه اللي ما بيني وما بينهم هيقول لي اوكي. ليه؟ لان هو في ثقه ما بيني وما بينهم، فبالتالي بناء على الثقه دي هيبقى عارف ان انا مش هورطه في حد مش كويس. فده طريق قصير، ان انت لو انت عارف حد مثلا، انت عارف وليد ووليد ده عنده علاقات في فرنسا مثلا، وانا دلوقتي بدور على شريك من فرنسا، فاقصر الطرق ان انا اكلم وليد بعد اذنك شوف لي حد يكون بيشتغل في الحته الفلانيه، لان وليد مثلا راح هناك وشاف بعينيه ويعرف اكتر من جروب وتعامل مع ده ومع ده، فيقدر ان هو يوصل لواحد او اتنين، وده هيأثر عليه كتير. في طريقه بقى تانية، لو انا ما اعرفش حد خالص، وده اللي دايما بعمله في اي حته في العالم كلها، ده اللي دايما بعمله، بعمل ايه بقى؟ باجي من خلال النشر الدولي بتاعهم. في بعض من الناس بتروح تعمل ايه، بتدخل من خلال الجامعات، تدخل على جامعه كبيره وبعد كده تدخل على الاستاف وتقعد تدور على الاستاف ومين شغال فيه والكلام ده كله، حلو، بس بيستهلك وقت كبير جدا. فانت اسهل طريقه ليك واسرع طريقه من خلال اللي انا هقوله لك ده، من خلال مثلا حاجه زي موقع سكوبس. انا مثلا لو هاجي هنا على اعمل شير بس لل يعني لو جيت هنا وكتبت سكوبس، ودي طريقه بصراحه بتبقى هنا في سكوبس يا جماعه، انت ممكن لو انت ما عندكش اكونت اعمل كريت الاكونت واعمل ساين ان، من خلال بقى هنا انت تعمل سيرش على الدوكمنت، فاهم الموضوع اللي انت شغال فيه ليه كيوردز، من خلال الكيوردز دي انت تقدر تجيب الناس اللي انت عايز تروح تشتغل معاهم. لو انت مش عارف حد خالص، وليكن مثلا انا قلت ان انا بشتغل مثلا في الووتر سبليتنج، كتبت ده ككيورد ماشي، وهنا انا ببحث في الارتكل تايتل او الابستراكت او الكيورد ماشي، هعمل بس انا مش هبحث على اوثر، ما انا ممكن ابحث على اوثر بس انا مش عارفه، انا كده ببحث ومش عارف هو فين بالظبط او مش عارف هو مين، مجرد بس ما ادوس هنا تمام كده عملت سيرش بدا يجيب لي الابحاث اللي منشوره، ما بيقول لي 34000، ده عشان انا اخترت كيورد معين، انا ممكن اغيرها حسب توجهي البحثي مثلا. طيب في هنا 34000، مهم جدا ان انا اقول لك عليه ده بقى، حضرتك تيجي رايح انا دلوقتي عايز مستهدف مين؟ مستهدف اوثر او مستهدف بارتنر من فرنسا عشان المشروع اللي في ايدينا. طب لو انا مثلا عايز من المانيا اختار المانيا، لو انا عايز من اليابان اختار المانيا، من اليابان حسب انا بدور عليه. فتلاحظوا هنا دي كده كل الدول وطبقا للابحاث اللي هي عملتها في المجال ده، ففي مثلا الصين، الولايات المتحده، اليابان، جيرماني، انديا وهكذا، في فرنسا، ادي فرنسا، علمت على فرنسا تمام كده. بعد كده انزل تحت اقول له ليميت تو، يعني بقول له شيل كل الباقي بس خلي لي بس بتوع فرنسا فقط، خلي لي بتوع فرنسا فقط. طب لو انا عملت ليميت تو
جاب لي القائمه دي وقال لي ان في الرقم ده من الابحاث. طبعا في ابحاث كتير، انا كله حسب الكيوردز اللي موجوده في المنطقه بتاعتك، هتلاقي عدد مختلف في كل دوله وفي لها بارامترز معينه يعني. طيب انا هيك شايفين دي analyze research result. لو عملت analyze هنا هيجي يقول لي، هيجيب لي بقى الاناليسيس بتاع الداتا بتاعتك ومين في سنه كام منشور كام والكلام ده كله، ده التوزيع بتاعت الابحاث تمام. ولكن هنا المهم قوي اللي هي بتاعت الاسر، اللي هي دوكومنت باي اوثر. دوكومنت باي اوثر دي شايفين دي بيقول لي ده اعلى افضل، ده اعلى واحد. فانا لو دوست عليها هنا هتجي لي فوق هنا ايوه، فبيقول لي مثلا الراجل ده هو اكتر واحد نشر في الحته دي تمام. لو انا جيت هنا كده جيت على الراجل ده ظهرت لي دي، دبل كليك فتح لي السكوبس بتاع مين، بتاع الراجل ده او 29 بحث اللي هم خاصين بالراجل ده. هاجي على اسمه، وكان اسمه لو شفت احنا كنا واقفين هنا اسمه هو اوكي، هاجي على اسمه هنا واجي دايس بس عليه اللي هو ده، دوست على اسمه كده انا وصلت للسكوبس بتاع الراجل ده. هعرف منه بقى هو فتت للي انا عاوز اروح اعمله ولا لا. ليه؟ جاب لي ان هو عنده 155 دوكيمنت، وجاب لي السيتيشن بتاعه كام والاتش اندكس بتاعه كام، ودي الحاجات دي مهمه جدا لاي باحث. انا بعرف قوه الباحث وقوه الجروب البحثي من الابحاث بتاعتها والسيتيشن بتاعها والاتش اندكس بتاع اللي هو الليدر بتاع الجروب. فانا شفت هنا اللي بعد ال 155 بحث، شفت انا ده بيتكلم عن ايه وده بيتكلم عن ايه، شفت الابحاث بتاعته. والله دي تناسبني او هي دي اللي انا عاوز اشتغل في حاجات شبه لده او هو ده المستهدف، شكرا جزيلا. اتاكد من هنا ان الراجل ده فعلا في فرنسا، شوفوا اهو مكتوب هنا، لو دوست هنا هلاقي ان هو كل الافليشن بتاعته في فرنسا. فين هيهمني الافليشن اللي هو في 21 اللي هو في الوقت الحالي هو موجود في فرنسا تمام كده. تبقى اذا ده بينتمي لجهه فرنسيه، وده اللي انا بيهمني الحاجه مهمه من الحاجات المشروع بتاع النهارده، ان انا عايز حد من فرنسا، فاذا ده ينفع معايا. طيب خلاص لقيته ان هو كويس وزي الفل، ابدا ادور بقى اروح على الهوم بيج بتاعته ولا على الجامعه بتاعته تبقى من الافليشن بتاعه موجود هنا، وابدا اجيب كل بياناته بايميله وبكل حاجه واقدر ارسله. دي حته مهمه. نفس الكلام لو جيت للتاني مثلا هنا دبل كليك، نفس الكلام هيفتح لي الابحاث بتاع الراجل التاني ده تمام. هاجي على اسمه هدوس عليه هيفتح لي الصفحه بتاعت سكوبس بتاعته. اول حاجه اتاكد منها في فرنسا، في فرنسا الراجل ده تبع جهه فرنسيه، شكرا. هو ممكن يكون قبل كده كان في اليابان، بس دلوقتي فين بقى هو هنا بقى تابع لفرنسا، فبالتالي يقدر يقدم معايا او يقدر ان انا اخده معايا كبارتنر تمام. طيب لو انا دخلت بقى عنده 160 بحث وعنده 11802 سيتيشن وعنده اتش اندكس 53، حد كويس جدا. مهم جدا حته برضو مهمه ان انا لازم ابص على ان هو له ابحاث سنويه شغاله. ما ممكن تكون الراجل ده لا قدر الله توفى مش موجود حاليا، فهتلاقي ان هو هنا حصل ستوب للابحاث، مش هيبقى فيه ابحاث. لكن طول ما هو في ابحاث وفي السنه اللي احنا فيها واحنا في بدايتها ونشر ابحاث، فهيبقى بنسبه كبيره ان شاء الله ان شاء الله يعني موجود، فبالتالي تقدر ان انت تتعامل وتقدر ان انت تدخل على الصفحه بتاعته وتجيب الايميل بتاعه وتراسله. دي الطريقه المثلى في ان انت توجد اللي تبقى عندك اختيار صح للراجل اللي انت هتروح تشتغل معاه، علشان ما تروحش تشتغل مع حد شغال في حته بعيده وفي نفس الوقت معلش يعني بينشر بحث كل سنه، مش هو ده المستهدف بتاعك، مش هو ده المستهدف بتاعك. فاذا دي الطريقه الامثل بالنسبه لي، ممكن تكون بتختلف من واحد للتاني، ممكن تكون حد تاني عنده طريقه تانيه مختلفه، لكن انا بديلكم خبراتي او بديلكم انا بتعامل ازاي، وهو ده اللي انا بتعامل بيه عشان اجيب بارتنر من الخارج. والحقيقه زي ما قلت لكم ان هو ده مش لده، مش للمشروع ده فقط، ده لاي حاجه انا عايز منها حد من الخارج كبارتنر من بره. طيب نرجع بقى
لقصة إزاي بقى نكتب المشروع بتاعنا. هعمل شيرينج بس لل ده التمبلت. الحقيقة إن التمبلت بتاعهم بسيط مش معقد، اللي هو التقديم بتاع إمحوتب. برضو عشان تبقى عارفين إن في إمحوتب البادجت كلها 200,000 جنيه، تبقى 100 في السنة الأولى و100 في السنة الثانية، لأنه بيبقى على سنتين. ده خاصة بالجانب المصري. الجانب الثاني هما بيبقى له بادجت تانية مختلفة عن بتاعتك أنت. تمام؟ دي كلها مجرد بيانات بسيطة جدا، ده مالكش دعوة بيه لأن ده خاص بيهم هما. أنت مجرد هنا العنوان بتاعك، وطبعا يعني إحنا شرحنا قبل كده، كنا عملنا برضو بنار عن للمشروعات بتاع الخاصة بالطلبة اللي كانت منزلها الاس دي اف، اللي هي البوست جراديوت ريسيرش. وكنا عملنا فيها برزنتيشن كده عن ازاي نكتب المشروع وايه مواصفات العنوان والابستراكت والكلام ده كله. فطبعا اعتقد حضراتكم عندكم خبرات في الموضوع ده. فانت بالنسبه للعنوان هنا هيبقى عنوان انجليش وعنوان عربي، ويكون مختصر وانفورماتيف، وفي نفس الوقت ما يكونش طويل ولا يكون مش معبر عن الموضوع بتاعك. والفيلد اوف اكتيفيتي، المشروع ده ريليتد ليه، يعني في اتجاهه البحثي، هل هو للكيمياء للفيزياء للماثماتكس ايا كان الاتجاه بتاعه. بعد كده هنا في الايجيبشن كوردينيتور اللي هو البي اي بتاع المشروع نفسه، سوري الايجيبشن كوردينيتور طبعا، والفرنش كوردينيتور. وهنا الانستتيوشن اللي اسم الجامعه، اللي الجامعه بتاعتك، والفرنش انستتيوشن اللي الجامعه الثانيه اللي هي الجامعه الاجنبيه او الجامعه اللي هي الفرنسيه. بعد كده بيطلب معلومات الكو بي اي اللي هنا في المنطقه دي، معلومات الكو بي اي. وانا هقول لك دلوقتي التيم المفروض الصح يمشي ازاي علشان ما يبقاش في مشكله، ان هم يهتموا جدا 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 في المشروعات دي بالطلبه، يهبوهم قوي من المشروعات دي يكون فيها طلبه. لا، من الاخر المشروعات دي مش هتمشي من غير طلبه، يعني لازم يكون معاك طلبه. وانا بصراحه من وجهه نظري كل المشروعات لازم يبقى فيها طلبه، ما ينفعش يبقى في مشروع من غير طلبه. هنا طبعا ده زي توتال ديوريشن بتاعه المشروع بتبقى سنتين، وهنا البادجت بتاعك والبادجت اللي هي بتاعت البارتنر بتاعك بتبقى كام. وهنا طبعا بتبقى بالمصري، وهنا تبقى باليورو. طيب ندخل بقى على السكشن 2. دكتور وليد استاذ حضرتك، بس في جزئيه فوق في اللي هو ايجيبشن دايركتور، ده رئيس الجامعه ولا رئيس الجامعه؟ ده رئيس الجامعه، ده رئيس الجامعه. خلي بالكم يا جماعه، كل الجهات المنحه ما بتتعاملش مثلا مع رئيس قسم ولا بتتعامل مع عميد كليه، هي بتتعامل مع رئيس الجهه. حتى عندك في الاس تي دي اف لما بيطلب او بيبقى طالب ان انت او معاك عقد مثلا تنظيم مشروع بحثي، يقول لك رئيس الجهه. لما بنيجي نخاطب الجهه بتعديل في ميزانيه، بتعديل في كذا اي حاجه، لو انت رئيس الجامعه مش ماضي معاك على الخطاب، يعني انا كبي اي للمشروع، لو انا مش ممضي معايا على نفس الخطاب اللي هوديه للجهه دي، مش ماضي رئيس الجامعه، ارجعوا لي تاني، مش هعتد بيه. لازم رئيس الجهه يكون ماضي معاك، لازم. فانت اوريدي بالفعل هتبقى ماضي فوق هنا السيجنتشر بتاعك هنا، تمام، وهيبقى رئيس الجهه بتاعك ماضي هنا وعليه الختم كمان، هيبقى عليه الختم. يعني انا لو هعمل لكم بس شير مثلا للمشروع زي كده، ده المشروع اللي انا واخده بالفعل، تمام كده. هتلاقي ان انا هنا ده اسم المشروع بالعربي وبالانجلش، وادي هنا اسمي واسم الامضه بتاعت الراجل اللي هم بره، وادي هنا رئيس الجامعه ماضي وعليها الختم، وهنا عندهم برضو رئيس الانستيتوت ماضي والدايركتور نفسه. ده كده بالنسبه لي الجزء الاولاني او الصفحه الاولانيه. نرجع مره ثانيه للابلكيشن. طيب في سيكشن 2 هو برضه عباره عن جنرال انفورميشن عن
هو مين هيعمل المشروع ده مع مين، النيم بتاعك والتايتل والبوزيشن والكونتاكت انفورميشن. الكونتاكت بيطلب منك الايميل ادريس والادريس والتليفون التليفون نمبر والفاكس والايميل، كل دي بيانات لازم تحطها انت والجانب الفرنسي. طيب مين تاني بقى؟ اسم والكونتاكت انفورميشن بتاعت الانستيتيوت بتاعك بتاع الريسيرش انستيتيوت. دي حاجة. تاني حاجه، تالت حاجه، هل في اذر ديماند اور ريسيفد فاند انت خدتها على نفس التوبك ده؟ طبعا ده لازم في الغالب لازم يبقى نو، لان مش هينفع تطلب فاند لنفس الحاجه مرتين او من جهتين مختلفتين، ده الليجل. فانت طبيعي ان الاجابه هنا هتكون نان، مش هيبقى عندك فاند تاني على نفس الريسيرش بوك او نفس الريسيرش بوك. خلي بالكوا يعني مهم قوي في الحته دي، انا ممكن تكون عندي انا شغال في توبك معين ولكن على مشروع تاني بفكره تانيه ببلان تانيه انا خدت فند، ولكن على نفس الفكره دي وعلى نفس البروجكت ده انا لازم ما اكونش خدت فند. دي في اي حته انت بتقدم ليها كمشروع يعني. تمام. طيب في الجزء التاني بتاع الاتشيفمنت اللي هو رقم 4، طبعا بتذكر الاتش اندكس بتاع حضرتك وبتاع البارتنر الاجنبي بتاعك، السيتيشن بتاعتك والسيتيشن بتاع الاجنبي بتاع البارتنر الاجنبي، والتوتال نمبر اوف انترناشونال بابليكيشن، ودي دايما بتيجي من على سكوبس يعني دايما بيبقى مختلف عن سكوبس من جوجل سكولر، فدايما هم بياخدوا بسكوبس. تبقى دول الثلاث حاجات اللي لازم يتحطوا للي هيقدم مشروع من مصر مع البارتنر بتاعه اللي هو من بره مصر. طيب ده بالنسبة للسيكشن 2، تبقى مجرد كلها عبارة عن انفورميشنز عن الاثنين اللي هم هيقوموا بالمشروع ده، ومعهم بيانات الكيو بي اي طبعا على الصفحة الرئيسية فوق. طيب سيكشن 3 بقى، سيكشن 3 بيتكلم على البرودكت ديسكريبشن، الوصف بتاع المشروع ده الكور بتاعنا، الحتة اللي احنا يعني كل الناس اكيد هتعرف تكتب فيها كويس ان شاء الله يعني. بالنسبه للابستراكت اعتقد انه ده ما فيهوش اي مشكله، بالنسبه لابستراكت عربي او ابستراكت انجليزي، بس مهم قوي ايه اللي تكتبه في الابستراكت. الابستراكت ده يا جماعه هو عباره عن ملخص للمشروع ككل، انت في المشروع ده ايه المشكله وايه الديفكت اللي لسه موجود والناس ما عالجتوش، وانت هتعمل ايه عشان تعالجه وهتعالجه ازاي. فاذن هو لم كل اللي جاي في المشروع من الاخر، بما فيه الاوبجكتيفز، بما فيه الاوتكمز، بما فيه البروبلم نفسها، كل حاجه مفروض ان هي اتلخصت في الابستراكت اللي هو بيكون ماكسيمم 1 بيج، وبيبقى طبعا انجلش وبيطلب منك ابستراكت عربي. وده اعتقد ان شاء الله ان شاء الله يعني مش هيبقى فيه مشكله لكل الناس ان شاء الله يعني. ممكن اطلب بعد اذنك تبعت اللينك بتاع المنحه بعد اذنك؟ طيب حاضر، مفيش مشكله. التمبلت منزلها ازاي؟ هرد على الاسئله دي كلها في الاخر، حاضر، وهقول لك ازاي تنزل التمبلت والدنيا بتمشي ازاي. حاضر. طيب نخش على الجزء الثاني اللي هو الساينتفك اوبجكتيف، وده هو مدي لك فيه صفحتين. في المشروع ده يمكن هو ما فصلش في معظم المشروعات، دايما بيدي لك اول حاجه يدي لك الباك جراوند وبعد كده بيقول لك الاوبجكتيفز. هنا قال لك الساينتفك اوبجكتيفز وادي لك صفحتين، فانت لازم من خلال دي توضح كويس جدا 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 المشكله اللي انت داخل عشان تشتغل عليها او عشان تعالجها. وليكن مثلا انا كحد بتاع ماتيريال ساينس، في مشاكل في ماتيريال معينه اللي بتستخدم في ابلكيشن معين، وفي مثلا الشغل مثلا بتاع الابسوربشن بتاع اللايت او الباند جاب كبيره، فانا بصغر بعمل انجينيرنج ليها و و ففي مشاكل مثلا يعني، والله في مشكله. فدايما دايما ببدا بالمشكله الكبيره. يعني مثلا انا بشتغل شغل انرجي مثلا، طيب ما انا لما باجي اكتب جزء زي ده لازم ومهم جدا ان انا اعمله زي مثلث مقلوب، يعني ابدا بحاجه كبيره وبعد كده ابقى مور سبيسيفيك مور سبيسيفيك مور سبيسيفيك، فتبقى عامله زي الهرم المقلوب كده. فبالتالي انا لما اجي اتكلم هنا تلاقي مثلا لازم اتكلم عن الانرجي كرايسيس في الاول،
وتأثير مثلا استخدام الفوسيل فول في ان هو بيعمل بوليوشن والجرين هاوس جاز والكلايمت تشين وغيره وغيره وغيره. انا كل ده في المشكله الكبيره. هو انا هحل كل ده؟ لا، انا مش هغير العالم كله في مشروع. فبالتالي انا بنقل ستيب باي ستيب ان انا خلصت من دي نزلت على الحاجه اللي بعديها بعد كده. والله طب من ضمن الحلول اللي طرحت ان احنا نقدر نستخدم حاجه زي الهيدروجين اللي بيطلع من بطريقه نقيه او بطريقه ما بتلوث الجو، وليكن زي الهيدروجين اللي بيطلع من الميه عن طريق فصل جزيئات الميه اللي بنسميه جرين هيدروجين. حلو قوي. اذا انا بقول مشكله وبقول في طرق لحلها، بس انا عندي مشكله تانية ان الطريقه دي فيها مشكله ان بيستخدم فيها كاتاليست، الكاتاليست دي غاليه جدا وفيها مشاكل واحد واثنين وثلاثه. انا نقلت من واحده للثانيه. نقلت شوف ستيب باي ستيب عمال بنقل. طيب اهدافي ايه بقى في الموضوع ده؟ ان انا والله اقدر ان انا اقدم حلول لده عن طريق عمل كذا وكذا وكذا. هو ده اللي انت بتقدر تدخله في الجزء ده. لازم كويس جدا الاوبجكتيفز بتاعتك تكون واضحه، لازم تكون واضحه وتكون معتمده على ساينتفك باك جراوند قويه. وده عشان كده هو مدي لك صفحتين، عشان كده هو مدي لك صفحتين. فده مهم قوي 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 ان انت توضح له انت عاوز ايه من المشروع ده، او انت مقدم على المشروع ده ليه، انا هدي لك فند ليه. تمام. فده حته كريتيكال جدا جدا جدا. في رقم 3-3 الديتيلد بلان اوف ورك اند تايم تيبل. الحقيقه في الجزء بتاع الشغل العملي او الميثودولوجي انا دايما دايما بحب اقسمه لتاسكات. وفي الجزء ده بما ان انت المشروع نفسه عباره عن شراكه وعباره عن تعاون، اذكر له في الاول في بدايتك باراجراف صغير كده ان الشغل ده عباره عن هيبقى كوبريشن بتوين التيم الفلاني في فرنسا في جامعه كذا، والتيم الفلاني في مصر في جامعه كذا او في مركز بحث كذا، ومن خلاله هيتم دراسه كذا كذا كذا، وان الورك ده قسمناه او اتقسم تم تقسيمه على التاسكات الاتيه. ليه انا بقسم التاسكات؟ مهم قوي ان انا اقسم الديتيل بلان اوف ورك على البلان اوف ورك على تاسكات، علشان لما اجي اعمل بعد كده التايم تيبل سهل جدا. ليه؟ انا عندي تاسكات، اقول التاسك الفلاني وبياخد وقت قد كذا ومن بيبدا من كذا وبينتهي في كذا، يبقى الدنيا سهله وبسيطه. مهم جدا صراحه الحته دي محتاجه مهاره في كتابه الديتيل بلان. انا مش لاقي يعني برضو في بعض من الناس بتروح تكتب كومبليتلي انا هعمل ايه بالظبط تيبيكال، مش ده المطلوب منك يعني، او انا مش طريقتي بصراحه يعني. انا لو اقول لك خبراتي انا مش هو ده اللي انا بعمله. انا مش لازم اقول لك معلش يعني لو حد خد المشروع وبعد كده هتروح تنفذه، لا معلش لازم انا الحته بتاعتي. اوكي انت تفهم الفكره مني زي الفل، بس التطبيق بتاعها انا هقول لك الخطوات بتاعته، بس ده مهم في كذا وده هيعمل ده هيطلع لي كذا وده هطلع منه كذا. الكاركترايزيشن مثلا اللي انا هستخدمها كجزء من التاسكات اللي هتتم، ان انا هعمل كاركترايزيشن للماتيريال مثلا، فده هستخدم اجهزه كذا وكذا وكذا عشان ده هيفيدني في كذا وده هيعمل كذا وده بس. لكن الديتيلز مش هقول له بقى نص جرام من كذا على واحد جرام من كذا على لا، يعني اللي هيحكم المشروع ده هو بيحكم فكره، ومن خلال اللي فات ده ومن خلال الجزء اللي جاي هيعرف انت عندك من القدر الكافي من المعلومات او عندك من القدر الكافي من كناحيه ساينتفك ان انت تعمل تطبق ده او تحقق التارجت ده ولا لا. تمام. فاذا ده الجزء بتاع الديتيلد بلان اوف ورك، فلازم يتقسم. انا من وجهه نظري ان هو لازم يتقسم على تاسكات، وبعد كده عشان لما اجي اتكلم في الجزء بتاع التايم تيبل اقدر ان انا احط التاسك واقول ان هو التاسك ده هياخد 3 شهور مثلا من الشهر كذا للشهر كذا. وبرضه في ناس بتقلق من الجزء ده في ان هي بتحطهم عاملين زي السلم كده، لا مش شرط، ممكن يحصل اوفرلابنج. انا في نفس ال3 شهور اللي انا هحضر فيهم الماتيريال دي
هم في شهرين منهم انا هقيس فيهم ابلكيشن الزيم ان بارل، مش لازم اعمل حاجه واحده بس الزيم تايم، انا ممكن اعمل اكتر من حاجه، فده مهم جدا لازم يتاخد في الاعتبار. في الجزء رقم 4 بقى، وده من الحاجات الكريتيكال قوي قوي قوي، اللي هو النيتشر اوف كولابوريشن، وده مدي لك فيه، تخيل مدي لك فيه صفحتين، يعني فارد فيه جامد جدا جدا، علشان هو ده جزء يهمه. خلي بالك الملحق الثقافي الفرنسي من اهم الحاجات اللي بيهتم بيها هو ان انت تعمل كولابوريشن، والكولابوريشن ده يحصل له اوكسيتين يمتد، فده حته كريتيكال قوي، فانت لازم تكون واخد بالك في نيتشر اوف كولابوريشن. فلو انت عامل كولابوريشن قبل كده ده هيساعدك، وده اللي بتكلم فيه بقى، اللي كنت بتكلم فيه قبل كده، لو انت عامل كولابوريشن قبل كده هتقدر تكتب ان اصلا بالفعل فيه كولابوريشن و و و وكغلاب. في الجزء ده احنا انا بقسمه لجزئين بصراحه، في جزء ان انا بعمل كولابوريشن ده عن في شيرنج للاكسبرتيز، ودي حته جزء مهم جدا، انا بعمل مع الجانب اللي هناك عشان استفاد وتبادل الخبرات. طب التبادل الخبرات ده لازم اشرحه، انا قلت لكم معايا صفحتين في الجزء ده، طب ايه اللي يعني من خلال ايه، يعني ايه اللي هيتم في الخبرات، او مثلا الجانب اللي هناك مثلا والله ده جانب بيعرف يتعامل مع الصناعه، وجانب بيعرف يعمل بروتوتايب، وجانب بيعرف يشتغل على الاندستريال سكيل، انا ما اقدرش اعمل ده، تبقى انا الخبره دي هاخدها من هناك، مهم جدا الجانب. طب بالنسبه على الجانب التاني هما بقى بس على الجانب الاخر، الجانب الفرنسي مثلا هو ما بيهتمش بالماتيريال، ولكن بيهتم زي ما قلت لكم مثلا بالجزء اللي هو السيمي اندستريال البروتوتايب، فبالتالي انا هقدر هيستفاد مني من خلال الماتيريال مثلا. فانت بتوجد كل واحد المشروع بتاعه او الاتجاه بتاعه اكيد هيوجد بنفيتس لهنا وهنا، او الاكسبرتيز اللي هتتبادل، تبادل الخبرات اللي هتبقى موجوده او اللي هيتم من خلال المشروع. انا في حاجات انا عندي مهارات فيها، وهم هناك في حاجات هم عندهم مهارات فيها، فبالتالي احنا هنتبادل ده. الجزء الثاني من نيتشر اوف كولابوريشن غير الشيرنج بتاع الاكسبرتيز، ان احنا بنعد باحثين جدد، خاصه الباحثين دول احنا بنتكلم على مستوى البوست دوك وعلى مستوى البي اتش دي ومستوى الام اس سي، يمكن الماستر بيكون قليل شويه عشان هم نظام مختلف شويه، ولكن انت مهم جدا ان انت من خلال المشروع ده تبين هو انت الـ الناس دي هتستفاد ازاي، اللي هم الريسيرشرز اللي هم اليونج دول هيستفادوا ازاي من المشروع ده، او هيستفادوا ازاي من الكولابوريشن ده. فلازم تبين كويس جدا ان انت مثلا وليكن معاك حد لسه حصل على دكتوراه حديثه، وان هو هيشتغل معاك في المشروع ده، وان من خلال الكولابوريشن ده هيضيف له واحد واثنين وثلاثه، هيبقى معاك مثلا طالب دكتوراه، الطالب دكتوراه ده هيقوم بالشغل، ومن خلال المشروع ده هيسافر، هيحتك بالفريق الاجنبي، زي ما قلت كده هيطور، هينمي من مهاراته، سواء المهارات اللغويه او المهارات الذهنيه او التفكير والمهارات البحثيه وهكذا. فاذا كل ده لازم ان انا اكون حاطه في الاعتبار، الجزء بتاع نيتش لازم ده يكون كلير. على فكره الصفحتين مش كتار، في ناس يعني كتير اكتب ايه، لا هتقدر في حاجات كتيره جدا، لدرجه الصفحتين دول ممكن ما يكفوش، ومفيش ما يمنع ان انت تذكر اسماء الطلبه اللي مش مهمنع، انت كده كده لازم تذكرهم لانه في هو طالبهم فيما بعد، ان انت معاك الطالب فلان الفلاني وده حصل على ماجستير من كذا وبيخصصه كذا وكان بيشتغل في الماستر بتاعه كذا، وده هيشتغل معانا في المشروع وهيعمل التاسكات الفلانيه وهيستفاد من خلال الكولابوريشن ده كذا وكذا وكذا، ده مهم قوي. فاذا النقطه رقم 4 دي لو تشوفه هو تخيل مدي لدي صفحتين ومدي للساينتفك اوبجكتيف صفحتين، عشان دي مهمه قوي قوي قوي. برضو في نفس الكلام في الجزء اللي جاي اللي هو في 3 5 السيجنيفيكانس بتاع الكولابوريشن اند الادفانتج اوف ذيس كولابوريشن فور ايتش سايد، لكل جنب، للجانب المصري وللجانب الفرنسي مديله،
المشروع ده يا جماعه هو اهم حاجه في الكولابوريشن، هو عاوز يسستين ده. فهو ده لو حس بان الكولابوريشن ده هيبقى قوي جدا وبروميسنج وهيمتد، او ان في كولابوريشن سابق والمشروع ده مجرد ان هو امتداد للكولابوريشن السابق، صدقني دي تعتبر زي كي لان انت تحصل على الفند دي. فبالنسبه للسيجنيفيكانس اوف كولابوريشن، دي حته مهمه جدا في ان انت لازم تبين للي هو اللي هيحكم البروجكت ده، هو ده هيتم ازاي، الكولابوريشن ده هيتم ازاي، ازاي الجانب الفرنسي هيساهم في الكولابوريشن ده وهيمده، وايه اللي هيعمله، والاوفر يعني الاوفر ده يعني ايه، هيفيد الجانب المصري في ايه، والجانب المصري بيفيد الجانب الفرنسي في ايه. من ضمن الحاجات ان انت لما الكولابوريشن ده مهم قوي ان انت تبين زي ما انا قلت لك الجزء بتاع السستينابيليتي، هو هيمتد لفين. يعني انا لما خدت المشروع ده ونجحت فيه وجيت بعد كده رحت اقدم مثلا على إيراسموس بلس بروجكت، ده تعتبر امتداد للكولابوريشن اللي حصل من خلال المشروع ده. فاذا دي مهمه قوي 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 ان انت تفردها كويس جدا، وانت لازم يعني قسمها لجزئين. قسمها الجزء الاول للكونتريبيوشن بتاع الفرنش سايد والكونتريبيوشن بتاع الايجيبشن سايد، فده مهم قوي. يعني برضو حته تبادل الثقافات، حته ان انت ان مثلا الجامعه الرانك بتاعها هيترفع نتيجة ان انت هتتعاون مع جامعة عالية، حتة ان انتوا مثلا ان في تبادل الطلاب وتبادل الخبرات، كل الكلام ده لازم يذكر ويفرد في الجزء ده. ولازم برضو الحتة اللي انا كنت نوهت عنها في الاول خالص، ان انت في اجهزة موجودة عندهم مش موجودة عندك، برضو دي مش دي، انتوا بتكملوا بعض، انتوا بتكملوا بعض. فده من ضمن الحاجات اللي لازم تكون واضحه جدا في الجزء بتاع السيجنيفيكانس بتاع الكولابوريشن. نيجي نخش بقى على الجزء الثاني. لو تبصوا هنا في الريسيرش تيم هتلاقي كاتب لك هنا البرنسبل ماست سبيسيفاي ذا نيمز اوف جونيور ريسيرش، لازم النيمز. فدي حته اللي كنت بقول لك لازم الجونيور الريسيرشرز لازم بيطلب منك السي في بتاعهم ويطلب لك اسمائهم، وفيما بعد لو في حد فيهم اصبح مش موجود عشان في قصه التبادل اللي هو السفريات لانه هيسافر جزء من الوقت هناك و فهتلاقي ان انت لازم لو هو ماشي وانت عايز تبدل تحط واحد مثلا واحد، لازم بليتر رسمي بخطاب رسمي طبعا لاكاديميه البحث العلمي. فانت هنا مجرد ان انت فقط هنا بتحط الجزء بتاع السي في هات بتاع الفريق البحثي بتاعك، سواء كان للايجيبشن سايد والفرنش سايد، الاثنين لازم تحط السي في هات بتاعتهم بتاع كل الفريق البحثي. وزي ما انا قلت لك الفريق البحثي ده مش بي اي من هنا وبي اي من هنا وكل عام وانتم بخير او بي اي وكو بي اي، لا، بيبقى عندك لازم طلبه ماجستير او دكتوراه يكون معاك في المشروع. سيكشن 5 في الانفراستراكشر، ده انت طبعا بتقول له والله انا ما هو مش بقول له راح اقدم على مشروع وانا ما عنديش اي حاجه تساعدني على انجاز المهام بتاع المشروع ده، وخاصه مشروع زي ده اصلا ما فيهوش فلوس تجيب بيها اجهزه زي ما هنشوف دلوقتي في جزء الميزانيه. فاذا انا بكتب مشروع بس انا عندي الامكانيات اللي تمكنني في ان انا اعمل المشروع ده او ان انا اعمل البحث ده، فاذا لازم اذكر له هنا الانفراستراكشر بتاعتي. يعني مثلا انا عندي والله ده انا هشتغل هنا على شغل الكترو، فاذا لازم عندي بوتنشيوستات، عندي مثلا زيتا بوتنشال زيتا سايزر بتاع، عندي التراسونيك، عندي ما اعرفش حاجات، عندي سنتريفيوج، عندي فيرنس، عندي الحاجات اللي هي بتاع التحضيرات. طب الجانب الثاني لا معلش ده عنده مثلا حاجات مثلا تيستر، عنده برضو اتوميك فورس مايكروسكوبي، عنده جي سي ماس، عنده و اللي هي الحاجات الاساسيه اللي هي هتعمل بيها الشغل ده. فده مهم جدا ان انت لازم تكتبها له كانفراستراكشر في خلال الجانبين، سواء للجانب الفرنسي او للجانب
المصري، لان انت قايل له ان في اجهزه مش موجوده عندك وموجوده عنده او العكس، فبالتالي انتوا بتكملوا بعض، وده تعتبر زي الكولابوريشن اللي انت بتعمله معاه. الجزء رقم 6 اللي هو الباست اكسبيرينس، في الجزء ده لازم هو طالب، بس يعني الموضوع بسيط، موضوع عايز يقول لك خبراتك السابقه في الموضوع بتاعك ايه اللي انت مقدمه ايه. فهتلاقي بيطلب منك الليست اوف ريفرنت بابليكيشنز، مجموعه من الابحاث بس بتقول ان انت شغال في الحته اللي انت كاتب فيها دي. يعني انا عندي ابحاث في الجزء بتاع اللي له علاقه بالموضوع اللي انا كاتبه، احط 5 6 ابحاث 10 ابحاث احطهم للجانب للبي اي المصري والبي اي الفرنسي الاثنين، تمام. الجزء رقم 7 اللي هو الاسبيكت اوف كولابوريشن، برضه من الاجزاء المهمه جدا، هو دايما بيهتم بالجزء، عايز يبين كويس جدا انت الكولابوريشن ده هتتم ازاي وهيفيدك في ايه او يفيد الجامعه في ايه وانت هتعمله سستين ازاي. في رقم 1 فيه الافيشنت بارتيسيبيشن اوف جونيور ساينتست، زي ما كنت بتكلم مع حضرتك مهم جدا 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 الجونيور ساينتست اللي هم الناس لسه حاصله على دكتوراه حديثا والناس اللي هو طلبة الدكتوراه وطلبة الماجستير. ولازم اقول له ان دول هيستفادوا ازاي، يعني لازم في الجزء ده اقول له ان انا معايا فلان الفلاني وده حصل على دكتوراه من جامعة كذا وفي مجال كذا وحصل على ماجستير في جامعة كذا ومجال كذا في سنة كذا، وان الراجل ده مثلا وليكن هو انا واخد مثلا واحد حصل على دكتوراه حديث واخده معايا كبير كوبي ار، ان هو من خلال التعاون ده هيتقدر تضاف له بعض الخبرات اللي هتمكنه من اناره مشاريع بحثيه فيما بعد، ماشي. فدي اضافه ليه هو. والله ده انا معايا طالب دكتوراه حصل على ماستر سنه كذا وله خبرات في تحضيرات كذا وقياسات كذا، ومن خلال التبادل الطلابي ده هيحصل له هيحصل له امبروفمنت للساينتفك كارير بتاعه وهيحصل عنده اكسبيرينس في كذا وكذا، فبالتالي ده تعتبر كاضافه للجونيور ريسيرشر، وهكذا لكل اللي معاك بقى. لو انت معاك 2 معاك 3 تكتبهم وتكتب لكل واحد التاثير او اضافته هو في المشروع هيعمل ايه، يعني لو لازم له دور انا حاطه عشان احضر ماتيريال او مثلا هيعمل ابلكيشن او هيعمل كذا، وده عائده او اضافته ليه هو هتبقى عامله ازاي. الاكسبكتد ريزلتس ده طبعا حته ساينتفك، اعتقد ان هي تبقى بالنسبه لكم ما فيهاش ادنى مشكله. انت متوقع ايه؟ ايه اللي متوقع ان انت تحصل عليه كريزلتس من المشروع ده؟ بالاضافه لكده الكريزلت برضو من المشروع ده ان انت الطلبه اللي معاك دول ممكن ينشروا ابحاث، الطلبه اللي معاك دول ممكن يحصلوا على درجه علميه، الطلبه اللي معاك دول هيتعلموا تكنولوجيا جديده، الطلبه اللي معاك دول هيقدر ان هو يعمل اكوايرنج لنيو اكسبيرينس. كل الحاجات دي تعتبر من المخرجات بتاعت المشروع، فاذا كل المخرجات بتاع المشروع لازم تبقى واضحه وكلير جدا في الجزء ده. الجزء اللي بعد كده اللي هو الساينتفك امباكت، طيب انت بقى اي بحث المفروض بتعمله لازم يكون له امباكت على الفيلد بتاعه. هو نفس الكلام بيسالك انت المشروع بتاعك ده الساينتفك امباكت بتاعه هيبقى ايه، فمهم قوي ان انت توضح له ازاي ان المشروع اللي انت كاتبه ده هيبقى له تاثير ايجابي على الفيلد بتاع الريسيرش ده، في ان هو هيحل مشكله بطريقه معينه استراتيجيه معينه، في حته ساينتفك بيور. يعني الجزء طبعا السوشيال امباكت، طبعا من ضمن السوشيال امباكت تاثيره ممكن ان هو زي ما انا كنت بتكلم في الحته بتاعه الطلبه اللي هتحصل اللي هتعمل موبيليتي، هتبقى في اللانجوج بتاعتهم هتحسن، ان هم هيتعاملوا مع ثقافات جديده، الحاجات زي كده، فكل ده تعتبر حاجه سوشيال. مش بس كده، لو انا مثلا بتكلم في حاجه حته ساينتفك برضه وتعتبر ريليتد للسوشيال قوي. انا كنت بتكلم دلوقتي ان احنا عندنا المجتمع وبيعاني من التلوث والجزء بتاع الكلايمت تشينج و طب ماشي، ما انا لما اشتغل في حاجه زي كده تعتبر انا جزء، انا بحاول اوجد حلول لمشكله اللي هي بتعمل ده،
اللي هتأثر بعد كده على المجتمع، فتعتبر دي برضو كحاجة سوشيال. كل ده أقدر أذكره في الجزء ده. الجزء الإيكونوميك بقى ومردوده الاقتصادي زي ما كنت بتكلم أنا، يعني من الحاجة اللي أنا كنت حابب إن أنا أخدها من الجنب التاني، إن أنا أخش شوية في الجزء بتاع السيمي إندستريال سكيل والجزء بتاع الريليتد بالصناعة. فبالتالي أنا لما أبدأ أتوجه اتجاه ده، أنا ليه ما أطلعش ببرودكت؟ ليه ما أطلعش ببروتوتايب؟ وأقدر بعد كده ممكن أسوقه. ممكن الدكتورة إيرين كانت بتتكلم دلوقتي على اللي هو الستارت أب، واي نوت. وعلى فكرة بس بره طبعا، عندنا هنا يمكن الوضع لسه برضو الآن مش كلير، لكن بره ممكن الستارت أب بيتم في خلال 3 أيام، ممكن في يوم واحد كمان تقدر تعمل الستارت أب كومباني. فممكن تطلع ببراءة اختراع تتباع بعد كده. كل ده حاجة ايكونوميك امباكت. في حاجة بقى لرقم 6، الامباكت اوف فيزيتس ان بروجكت. هي الزيارات اللي انت هتقوم بيها دي هتبقى مهمة، يعني هل مهمة للمشروع بتاعك ولا لا؟ هو اصلا المشروع معظمه زيارات، وهتشوف دلوقتي من البادجت. اذا الزيارات دي اكيد لازم يكون ليها ادد فاليو، ويكون كلير وانت بتوضحها من خلال الجزء ده قد ايه الزيارات دي هتكون يوسفل وهيلبفول في ان انت تعمل في الامبلمنتيشن بتاعه البروجكت بتاعتك، وان انت تحصل على الريزلت المرجوه. في اخر حاجه بقى طبعا، لو هي اذر انترناشونال بارتيسيبيشن للبارتيسيبانتس، لو في معاك حد تاني من خارج ما بين الجامعه المصريه والجامعه الفرنسيه، لو في حد من بره تاني فبتضطر تذكره طبعا، لازم تذكر دوره وهيعمل ايه، ولو في مساهمات من خلاله. لو ما فيش هتكتب نان، ما فيش اكتر من كده. ده كده خلصنا من الجزء التكنيكال بتاعه. نخش بقى على الجزء بتاع الماليات او الجزء بتاع البادجت، وده عم مقسمينها لترافل بادجت. البادجت يا جماعه زي ما قلت لكم ان هو عباره عن 200,000 جنيه، بيديك 100,000 جنيه كل سنه، عباره عن 25% منها للماتيريالز والسبلايز او الاناليسز، والجزء ال 75% منها عباره عن كله ترافل، كله ترافل. فالمفروض ان لو انا عندي هنا انا كبي اي ومعايا 2 تاني مثلا اللي هم الطلبه مثلا، فخلاص اوكي الايجيبشن بارتيسيبنتس هكتبهم هنا، والله ده هيقوم بكام زياره اكسبكتد ديت اوف فيزيتس. انا هيروح مثلا في شهر 7 وليكن زياره، وهيروح مثلا في شهر مارس اللي من بعديه زياره مثلا، يعني او في 7 اللي من بعديه زياره تاني. يبقى ده اول واحد هيروح زيارتين، وممكن تبقى زياره واحده، واي نوت. بس هو هنا الديوريشن بتاعتك هيحسبها لك بالدي كام، فانت ممكن تقعد الزياره بتاعتك دي تبقى اسبوع، ممكن تبقى اسبوعين، ممكن تبقى شهر، حسب ما انت اللي تعمل مانجمنت للقصه دي. اللي بيحسبها بقى عشان حته الحسبه هنا اللي يعني ده بادجت، فبالتالي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت في الجزء بتاع الزيارات انت هتاخد بوكت ماني من الجانب اللي هناك، الجانب الفرنسي، والجانب الفرنسي لما يجي لك هنا هياخد بوكت ماني منك. طيب انا لما بروح هناك باخد 125 يورو في اليوم، 125 يورو في اليوم، ده لو انا قاعد لحد اسبوعين. طب لو انا قاعد اكتر من اسبوعين خلاص هيدي لك بقى، وده مذكور على فكره، هيدي لك اعتقد ان هي 2500 يورو في الشهر، وده ده اللي مسموح لك. ده بالنسبه لاي واحد. طبعا دايما الزيارات بتبقى زيارات صغيره، ما بتبقاش زيارات طويله، اسبوع 10 ايام 15 يوم، وبعض الاحيان اوكي ممكن تمتد لشهر في بعض الظروف، حسب انت هتعملها ازاي. هنا بتكتب طبعا الجامعه، خلاص الهوست انستتيوشن اللي هي هتبقى انت عندها، اللي هي الجامعه البارتنر بتاعتك، وهنا الغرض من الزياره هتعمل ايه. هنا بقى انت بتكتب التيكت. انا والله هنا مكتوب قصادي ان انا هروح زيارتين في خلال السنتين، زياره في شهر كذا والزياره الثانيه في شهر كذا، في السنه الاولى والسنه الثانيه. طيب مش انا عايز تيكتس، عايز 2 اير تيكتس. يبقى اذا اكتب عدد الزيارات مضروبه في عدد التيكتس، اللي انا هاخد 2 تيكت رايح جاي ماشي في كل مره. فبالتالي وليكن مثلا التيكت هيبقى 500 يورو وليكن، في 2 تبقى ده 1000 يورو. بس ما ننساش برضو نحمل في الجزء ده، لانه ملوش مكان، الفيزا، لان الفيزا لها رسوم. تمام. طيب الحاجه الثانيه بقى، الجزء الثاني اللي هو الاكوموديشن. الاكوموديشن ده يعتبر اللي انت هتاخده منين؟ من الجانب الفرنسي، انت هتاخد منه ده،
وهو لما يجي لك هنا هياخد منك ده. تمام؟ دي إذن أنت هتكتب هنا زي ما قلت الأسماء بتاع الناس المشاركة، وكل واحد رايح بتواريخ كام، ولو رايح مرتين بتكتب له، والديوريشن بتاع كل واحدة كذا وكذا، وهنا الهوست انستيتيوشن، والغرض من الزيارة رايح يعمل إيه، والتيكتس، والجزء الثاني اللي هو الخاص بالأكوموديشن. بتجمع ده تحطه هنا، ونجمع الثاني ونحطه في البي. نفس الكلام للفرنش بارتيسانز، بنحط أسمائهم ونحط هنا هو هيجي عندك، هيجي في التواريخ بتاعته كام، وهنا التواريخ بتاعته كام. ممكن تكتبها بالشهر، يعني مثلا ممكن أكتب مثلا في مارس مثلا 2022 مثلا، يعني تمام كده. وده هيقعد هنا 6 أيام أو هيقعد 10 أيام وهكذا. وهنا الغرض من الزيارة إيه، ونفس الكلام اللي عملناه فوق، والتيكتس برضو. تمام، التيكتس هيبقى ياخدها هو من البادجت اللي معاه، انت مش هتدفع له، لكن انت هتدفع له ايه؟ هتدفع له الجزء الثاني بتاع الدي اللي هو الخاص بالاكوموديشن. تمام، كل ده احنا بنتكلم هنا فين؟ خاص باليورو، يعني معموله باليورو، يعني البادجت هنا موجوده باليورو. عشان كده هتلاقوا حتى مكتوب هنا ما بتوصلش اللي هو الخاص بتاع فرنسا لوحده والمصر لوحده، بيقول لك ان انت الاي والدي دول خاصين بايجيبت، والبي والسي خاصين بفرنسا، يعني الجزء ده والجزء اللي فوق اللي هو بتاع الاكوموديشن بتاعك، دول تعتبر البادجت بتاعت فرنسا، والاي ده والدي دول تعتبر البادجت بتاعتك انت، يضاف عليهم 25% اللي هي الخاصه بالماتيريالز والسبلايز. اوكي، دي بقى الحاجات هنا بيطلب منك، دي تعتبر كده ملخص للبادجت. ان انت 100,000 في السنه الاولى التوتال بتاعها المفروض يبقى هنا 100,000. وطبعا هنا الفيرست يير انت بتطلب طبعا 75% بيبقى للجزء بتاع الطيران والاكوموديشن، والجزء الثاني 25% بيبقى خاص بالماتيريالز والسبلايز. نفس الكلام في السنه الثانيه التوتال كله 200,000. ده بالنسبه للايجيبشن بادجت. اوكي، الكلام ده بيتملي ومن برضو رئيس الهيئه بتاعتك وبيتملي وخلاص. هنا اللي كنت بكلمكم عليه مكتوب لك ان انت 125 يورو بير داي للايجيبشن سايد، لما تروح هناك هيدي لك 125 يورو لو انت قاعد لحد ماكسيمم 2 ويكس. لو انت طلعت عن كده يدي لك 2400 يورو بير مانث. تمام كده، ده بالنسبه للجونيور ساينتست. بالنسبه بقى لما يجي لك هو الفرنسي يجي لك هنا، انت هتدي له ما يعادل ال 100 يورو، ما يعادل ال 100 يورو. ده تعتبر ك عشان الاكوموديشن وعشان الليفنج اكسبنسز اللي هتبقى موجوده هنا. الكونسيوبلز للجانب الفرنسي طبعا ما بتتعداش 30%، وللجانب المصري تتعدى 25% من البادجت. طبعا مش مسموح لا للجامعه ولا اي جهه انها تخصم اي الاوفر هيد او الاندايركت كوست او الكلام اللي هي بتاخده الجامعه، مش مسموح. البادجت كلها خاصه بالمشروع. تمام، برضو ده عباره عن ليتر، برضو لازم ان انت بتمضي عليه وتمضي رئيس الجهه عليه وتجيب خط. ده كده كل التمبلت الخاص بالمشروع. انا مستعد للاسئله بتاع حضراتكم، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من اللي انا قلته. يعني شكرا دكتور وليد على المحاضره القيمه. حضرتك بس كنا بنستاذن حضرتك تبعت لنا الوورد. هو انا معلش انا هستاذن حضراتكم، انا هكتب يعني هقول كل الاسئله اللي جت على الشات الاول، وبعدين ممكن في الاخر نفتح الاسئله، بس عشان ناحيه تنظيميه هنفتح الميكروفون مفيش مشكله، بس هنخليها نقول الاسئله، وغالبا هتبقى نفس الاسئله اللي حضراتكم كتبتوها اصلا في الشات. فاول الاسئله دكتور وليد، انا عايزه اشكر حضرتك الاول معلش على ربنا يكرمك. شكرا، لا ما شاء الله الله يبارك. يعني اكتر حاجه برضو عجبتني ازاي نلاقي الشريك الاجنبي، لانه انا بالنسبه لي كنت بستخدم الباب ماد، لكن في افضل كتير بصراحه ما شاء الله.
يعني كلنا يعني بنفيد بعض، انا اكيد حضراتكم بتضيفوا لي وانا بحاول اللي انا عندي اضيفه لا الطريقة رائعة وتنفع لأي حاجة، يعني مش لمنحة أمحاط بس، أي يعني حتى دلوقتي البعثات فاتحة، فاللي عايز يلاقي سوبرفايزر أو كده هتبقى فرصة كويسة جدا. فشكرا جزيلا لحضرتك. أنا هبدأ بالأسئلة بالترتيب زي ما ظهرت في الشات. الجهة الأجنبية هتستفيد إيه لما إحنا نقدم؟ يعني إحنا خلاص إحنا عرفنا إحنا هنستفيد إيه، لكن إيه الإفادة بقى للجانب الأجنبي؟ ودي هتبقى يمكن مهمة، إن أنا لو فهمت هو هيستفيد إيه، فبالتالي وأنا بكتب له إيميل علشان أقنعه إن هو يدخل معايا إن الكولابريشن هقدر أقنعه. رائع جدا. هو انت بتكلمه في فند، يعني فلوس، يعني هيجي له فلوس، دي ابسط حاجه يعني. فهو مهم جدا ان هو، نعم، هو بيجي هو له اللي بيجي له تقريبا في حدود 13000 يورو، لا اكتر، حلو. بيجي له تقريبا في حدود 20000 يورو تقريبا يعني، او 21000 يورو في الحدود دي. كويس، يعني ايميل ممكن نكتب له النقطة دي، ان هو اكيد هم عارفين على فكرة، اكيد هم عارفين طبعا. بالاضافه كمان على فكره، هم زي ما انت بتحاولي تعملي كولابوريشن، هو مهم جدا نعمل كولابوريشن. طالما مش هيدفع، هو مش هيدفع لك فلوس، هو يعني ده هو هياخد فلوس من خلال الموضوع ده، وهيوفر حاجات، وبعدين ان هو يعمل كولابوريشن هو مش خسران حاجه. طبعا. لا وكمان حضرتك اللي بتطرح مثلا عليه الفكره، فهو بالنسبه له كون ان هو يلاقي حد جاي له بفكره، ويعني هيلاقي حد كمان يشتغل، لان هم عندهم مشكله برضه ان هو يلاقي حد يشتغل العمل بالظبط. نفسه يعني. طب انا كان عندي سؤال، حضرتك قلت البادجت مثلا هو لما بيجي انا بطلع له الباقي من عندي. الفلوس اصلا بتدخل لحضرتك ازاي في الجامعه؟ يعني بيتعمل لها حساب لا، الفلوس دايما بتجي بتتحول على حساب الكلية أو حساب الجهة بتاعتك مباشرة، فبتبقى تابعة الوحدة الحسابية اللي هم اللي تابعة للجهة اللي أنت حضرتك موجودة فيها، فبتقدر تصرفي من خلالها. صرفها مش بيبقى محتاج فواتير او كده؟ بالنسبة طبعا للجانب الفرنسي لما بيجي لك هنا، المفروض إن هو أنت بتديله ما يعادل ال 100 دولار كل يوم كل يوم، فأنت مش هتديله يوم بيوم، هو جاي قاعد مع التذكره معروفه، وهو اكيد بعتها لك يعني، وعارف ان هو انت قاعده، هو قاعد هنا 10 ايام مثلا، فبتحسبي والله ال 10 ايام دول في مثلا في 100 دولار ب 1000 دولار، طيب الدولار مثلا بكام؟ الدولار مثلا وليكن ان هو ب 15 جنيه مثلا يعني، طبعا لتعرفه البنك. فانت بس بتكتبي برضه، ده مهم جدا عشان الصرف، بتكتبي طبعا اكيد بيبقى واخده موافقات الجهه بتاعتك على الصرف، ده ده مهم. اكيد. فانت بتكتبي له زي ليتر عشان التسويات الماليه، ان هو استلم مبلغ كذا 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 بالجنيه المصري، ولازم هو يمضي عليها تمام عشان التسويات، ولا لان مش هتعرفي تجيبي فاتوره منه ازاي. تمام هو السؤال الثاني كان ازاي نوصل للشريك، ودي حضرتك قلتها باستفاضه. صيغه المراسله والتمبلت يتجاب منين؟ التمبلت متهيألي موجود على الموقع بتاعهم مش كده؟ التمبلت بتاع ده اللي هو اللي احنا شرحنا منه ده موجود بالفعل، وانا هقول لك بيجي ازاي. لو بصينا هنا كده على الويب سايت بتاع الاكاديميه، هنلاقي فيه بتاع السبميشن، مش عارف فين. هو انا لحد الان عشان انا اصلا نمت في نص المحاضره، بس انا فوقت في حته ازاي مثلا في المشروع البحثي بيكون. مع حضرتك حضرتك لو ممكن تكتبي في الشات، طيب علشان بس دكتور حضرتك كنت هتشير الصفحه اللي هو الجزء بتاع الاي اس ار تي، ماشي، لو دخلنا كده هنلاقي فيه السبمشن سيستم، وبيفتح، معلش هبعت لحضرتك اللينك، انا كنت فاتحاه من شويه. اوكي، ممكن تبعتها لهم على طول مباشره على الشات، وهنقدر ندخل من السبمشن سيستم ونعمل اكونت وندخل، معلش هو مش راضي يفتح عني مش عارف ليه، وهنلاقي كل الجرانتس اللي موجوده، نقدر من خلالها ان احنا ندخل، وهننزل الابليكيشن هتلاقوه موجود على الصفحه، موجود على موقع الأكاديمية مش كده؟ على موقع الأكاديمية، مظبوط. طب دكتور هو في حاجتين، يعني انا دخلت على موقع المنحة نفسها من يعني هي حتى كان بيقول لك فرنساوي او انجليش، مكتوب فيها الديدلاين 14 15 4،
لكن على صفحة الأكاديمية مكتوب مثلا مش عارفة كام مايو، مش عارفة هم كاتبين تاريخ غلط في صفحة الأكاديمية. والله بكل وساطة هم بيردوا بصراحة، يعني المسؤول عن المنحة في أكاديمية البحث العلمي يعني بصراحة شخصية كويسة جدا وحد متعاون، والملحق الثقافي بيرد، الملحق الثقافي الفرنسي برضه من الجانب الفرنسي بيرد. طيب تمام. البادجت من الجانب الفرنسي خلاص حضرتك برضو قلتها، لينك المنحة حطناها. لو حد حصل على الدكتوراه السنة دي يقدر يقدم على المنحة دي؟ يقدر يقدم عليها ما فيهاش أدنى مشكلة. تمام. زي ما انا قلت لكم قبل كده ان هو هم دايما الملحق الثقافي الفرنسي بيبقى عاوز يعمل تعاون ما بين الجامعات الفرنسيه والجامعات المصريه، بيبقى حريص قوي على ده. فلما بيبقى حد لسه واخد دكتوراه وكده بالعكس ده بيبقى فرصه كبيره جدا ليه ان هو ياخد فيما بعد البوست دوك اللي هم بيقدموها مع الاستضافة. تمام. هل شرط المنحة سفر الطالب ولا البي اي بس هو اللي يسافر؟ لا كله ينفع، كله ده يسافر، اعضاء الفريق البحثي ينفع، 75% كتير. بس كله حسب البادجت بتاعتك، يعني عدد الايام اللي هتقعدها بتبقى البادجت هي اللي بيحصل، بيبقى فيه ليميتيشن. تمام. لو في براءة اختراع طالعة من المشروع التسجيل ليها بيبقى عامل ازاي ليها؟ في التعاقد موجود الكلام ده، ان لو في مخرجات او في براءة اختراع بيبقى مشروح الكلام ده في العقد اللي ان شاء الله ان شاء الله اللي بياخد المنحة دي بيبقى موجود فيه. تمام. طب الفلوس يا دكتور بتنزل على طول ولا أصلا من ساعة ما بتظهر النتيجة لحد ما بتمشي الإجراءات بتاخد وقت طويل ولا بتنزل بسرعة؟ لا الفلوس مجرد ما بيجيلك الاكسبتنس ان انت خلاص اتقبلتي في المنحة دي، في بعض الاحيان بيعملوا مقابلات وفي بعض الاحيان لا. تمام. يعني لما مجرد ما جالك ايميل وان انت اتقبلتي خلاص او ان انت بقى اكسبت المشروع بتاعك اكسبتد، بيجي لك الفلوس في خلال وقت قليل جدا، يعني بعد ما تمضي العقد وتاخدي النسخة بتاعتك في خلال اسبوع بكتير بتكون الفلوس راحت لك، ويبعتوا لك صورة الايداع بتاع الفلوس على رقم الحساب اللي انت بعته. حلو جدا. التحكيم يا دكتور بيكون من الجانب المصري ولا الجانب الأجنبي؟ مين اللي بيحكم؟ طبقا لمعلوماتي ان هو من هنا ومن هنا، طبقا لمعلوماتي ان هو الجانب المصري والفرنسي بس، اللي هو المسؤول من الجانب الفرنسي اللي هو المحقق الثقافي الفرنسي طبعا، هم اللي بيديروا الموضوع ده من هنا، بس تمام. بيبعتوا طبعا للتحكيم الخارجي في مصر بره مصر. مشروع مستقل يمكن إتمامه بالكامل في مصر لكن فقط يحتاج الدعم المالي، هل يمكن التقدم به؟ لا مش هو ده الرايت تشويز، انت ممكن ان انت تختاري مشروعات تانية، انا بتنزل حاجات كتيره جدا، ممكن الاستريس بينزل مشروعات كتيره قوي، الاكاديميه بتنزل مشروعات تانية كتيره مش محتاجه بارتنر اجنبي، فلو انت تقدر تعملي كله في مصر ومش محتاجه ان انت تعملي شراكه، ولو انا ذكرت اهميه ان احنا نعمل شراكه اجنبيه وده مهم جدا، لكن لو انت خلاص اوكي عايزه تعمليه هنا في مصر تبقى مش هو ده الاختيار الامثل لده، لان ده زي ما انا قلت مش هيدي لك فند كبير عشان تجيبي اجهزه و و و تمام. هل إقامة workshop مثلا في الجامعة برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن ناخد الفاند منها من المنحة؟ هو مش موجود فاند لده الحقيقه، زي ما انا قلت لك الفاند زي ما شفتوا كده للترافلز، والجزء الثاني اللي طيب. خاص بال الخاص بالترافل اكسبنسز وال الجزء بتاع الماتيريال وذ السبلايز. تمام. معايير الاختيار من وجهة نظر حضرتك؟ بصي هو من خبراتي اللي موجوده في الموضوع ده، لو حد عنده كولابوريشن سابق هيبقى اعتقد ان هو هيبقى فيرست بريورتي من وجهه نظري، الله اعلم ده صح ولا لا، بس بناء على تعاملي مع الملحق الثقافي الفرنسي كتير ف ده حاجه مهمه جدا، لان هو تعتبر زي اكستند للكولابوريشن اللي موجود. لو حد لسه ما عملش البروجكت بتاعه وشرحه لازاي الكولابوريشن ده يتم وازاي هيستمر ومدى الاستفاده، هو ده اللي هيعدي البروجكت طبعا، بالاضافه للجزء الساينتفك ما حدش يختلف عليه. تمام. في ناس طلبت ايميل حضرتك ولو ممكن تمبلت للمشروع، مش عارفه اذا كان حضرتك. تمام. التمبلت احنا ممكن دلوقتي حالا ابعت التمبلت على او حضرتك موجود عند حضرتك يا دكتوره صح؟
دكتور هو ده، ممكن حضرتك لو تبعتيه على الشات وهم ينزلوه حالا. لو حضرتك تبعتهولي وانا ابعته هنزلها. حالا دلوقتي، ابعت انا ابعته حالا. ماشي. بالنسبة لإيميلي ما عنديش أدنى مشكلة خالص، أنا إيميلي هعديه لحضرتكم، ممكن برضه أنزله لكم على الشات. هل في مرتبات يا دكتور؟ ما لا، المشروع ده ما فيهوش مرتبات، لكن طبعا في مشاريع تانية كتير جدا موجودة فيها مرتبات، ومرتبات كويسة جدا، مشاريع الاس تي اف مثلا، مشاريع الاتحاد الأوروبي، كل الحاجات دي بيبقى فيها مرتبات بشكل كويس جدا يعني، وبتختلف طبعا من مشروع للتاني، وكله فيه نسب. الاس تي اف مثلا هو حاطط ليميت، والليميت ده يعني انا شايف ان هو اصلا ما فيش حد هيحققه، لانه بصراحه مرتبات كبيره، مش لو حطيتيها تبقى انت مش هتخلي حاجه في البادجت يعني، هيبقى البادجت مش هيكفي. فلكن في المشروع ده ما فيش مرتبات. انا حطيت ايميل حضرتك، بس لو حضرتك تقول لهم حتى ازاي ممكن يلاقوا التمبلت. انا بدور عليه على الديسكتوب اهو عشان ابعته لهم. وبالمناسبه برضو التم زي ما قلت لكم ان هو هيكون موجود على الويب سايت، هو اصلا بالفعل موجود على الويب سايت، و مجرد ما تعمل اكونت وتدخل هتلاقي، تدخل على المنحه نفسها هتقدر تنزل الابليكيشن. تمام، انا شايفه برضو ان هو هيكون سهل، لانه يعني موجود اصلا على مكانين. انا حتى ممكن احط اللينك بتاع الجانب الفرنسي برضو، وهم حاطين حتى الايميلات بتاعتهم لو اي حد حابب يتواصل معاهم، فهي سهل بالظبط، جدا. هم ناس متعاونين جدا على فكرة. تمام، احنا بس ممكن. انا حطيت الابليكيشن اهو، تمام بس هو لسه بيحمل. ماشي، مع حضراتكم. انا اعتقد ان احنا كده غطينا يعني معظم الحاجات، ما اعتقدش ان في اسئله تانية، بس ممكن ناخد دقيقتين بالظبط لو حد عايز يعمل ريس هاند ويسال الدكتور سؤال مباشر، مفيش مشكله. فلو في اي اسئله. أنا مع حضراتكم لو في حد عنده أي سؤال تاني. هل 15 يوم كافيين ان انت تكمل مشروع؟ طبعا كافيين جدا جدا يعني. بس بالنسبة للنانو يا دكتور، ممكن فعلا بالنسبة للنانو 15 يوم يبقوا كافيين، لكن بالنسبة للبيولوجي احنا بناخد 15 سنة تقريبا في بحث ولا حاجة بناخد. لا ثواني، انتوا بتقصدوا ايه كافيين؟ لا، لحظه واحده، انا كده فهمت السؤال غلط. انت حضرتك تقصدي 15 يوم دول كافيين لكتابه البروجكت والسبميشن، ولا تقصدي بتكلم على ايوه. لا، حضرتك عندك حق، 15 يوم فعلا ان هو يكمل البروجكت. ان هو ايوه يكمل البروجكت ويعمله سبميشن، لكن 15 يوم عشان يعمل ال لا، انا توقعت ان هو 15 يوم تشتغل مثلا تجربه بره او حاجه، لكن اعتقد لا فعلا ما صعب. هو انت ال 15 يوم انت بتطلعهم بره دول، تقدر تعمل فيهم حاجات يعني. انا مثلا انا كوليد ببقى عامل حسابي، انا طالع واخد عيناتي متحضره جاهزه معايا اللي انا محضرها هنا، رايح اعمل لها كاركترايزيشن هناك، مش هتاخد مني وقت في الانجاز على طول، وكل حاجه موجوده افيلبل. رايح لو انا رايح اعمل ابلكيشن معين، لو رايح انا رايح احضر ماده على جهاز مش موجود عندي، فاذا تمام، انا في تارجت. عشان كده هو مكتوب هنا الغرض من الزياره، انا رايح اعمل زياره ليه؟ ما انا مش راح اتفسح. فده طبعا ده مهم جدا. عدد الباحثين يا دكتور المشتركين، بما ان اصلا المشروع صغير، فهل ليها ما اعتقدش في لمد، بس حضرتك يعني بتقترح العدد يكون قد ايه تقريبا؟ والله انا في الكيس بتاعتي انا واخد 2 طلبة ومعايا زميل حصل على دكتوراه، فاحنا 4. حد من بره الجامعة يا دكتور ينفع ينضم للمشروع؟ طبعا الطلبة اللي معايا كلهم من بره الجامعة، لان الطلبة كلهم اكسترنال اللي انا واخدهم، مسجلين معايا ماجستير وواحد تاني دكتوراه، ومفيش مشكلة يعني، ده الطبيعي هنا، مفيش مشكلة خالص. هناك تمام. مفيش حد أصلا هيسأل هم اكسترنال ولا انترنال، ما عندهمش الكلام ده. ما انا برضو كان من ضمن الحاجات، هل واحنا بنقدم، حضرتك بتقول مثلا ان انا يبقى معايا طالب ماجستير او طالب دكتوراه او كده، هل بجيب ما يثبت ان هو مثلا مسجل ولا لا؟ انا جاست ان انا بقول مش فدي. هيطلب، هما بياخدوا الكلام ده ثقة يعني.
تمام. طب دكتور انا برضو علشان مثلا انا ما اعرفش بصراحه دماغ الناس بتاعت فرنسا، يعني مثلا الدكاتره من كل بلد بيبقى ليهم دماغ كده بتبقى معروفه، يعني مثلا في انجلترا لما برسلهم ممكن يعني يرد عليك يعتذر ان هو مش هيقدر. في فرنسا بقى الدنيا فيها ايه؟ الناس سهله اصلا ان هي بترد بسرعه، ولا مثلا لا اللغه الفرنسيه زي الالمان مثلا، الالمان ما يردوش على ايميل غير لو هو بالالماني، فهل فرنسا نفس النظام؟ يمكن الألمان بيعتزوا شوية أكتر بلغتهم عن الفرنسويين، ولكن هي ده موجود بكثرة إن هو ممكن ما تلاقيش رد. عشان كده كنت بقول إن أنت ما ينفعش تبعت لواحد أو اتنين وتقول أنا بعت، لا لازم بنبعت العدد، وبنبعت مرة واتنين ما فيش مشكلة، بس لأنه في الغالب ما بيردوش، ده طبيعي. فيعني إن هو ما ردش عليك ما تزهقش أو ما تيأس. ده حقيقي. هل البي اي والكو بي اي لازم يبقوا من نفس الجامعة، ولا ممكن تبقى من شركات مختلفة بقى جوه مصر نفسها في الجامعات؟ اعتقد ان ما فيهاش مشكله، بس هو فكره كلها ان البي اي الفند هيروح على الجامعه اللي هو فيها البي اي، ولان هو اللي هيمضي على العقد، وهو ورئيس الجامعه او رئيس الجهه بتاعته. انا مش فاهم السؤال ده. Does the grant recommend a specific university؟ انا مش فاهم بصراحه هو قصده ايه. او لا مش بيركومند جامعه معينه، ومفتوحه لكل الجامعات والمراكز البحثيه في فرنسا. ايه اكتر الاخطاء شيوعا في كتابه المشروع اللي لازم نتجنبها؟ ان انا ما بينش الكولابوريشن بتاعي بشكل كويس، ده هو ده النقطه الفاصله. قلت لو حد فعلا سافر قبل كده بتبقى مور ادفانتجز، بتدي مور تراست ان انت فعلا هتقدر تكمبليت البروجكت. ده حقيقي. هقول لحضرتك انا وانا كنت انا طبعا انا خدت مع الملحق الثقافي الفرنسي اللي هو البوست بوك بتاع الاس اف والملحق الثقافي الفرنسي، فهم في بعض الميتنجز اللي كنا بنعملها كان بيقول، يعني كان بيقول ان من ضمن الحاجات اللي انتوا بعد ما ترجعوا ان شاء الله تقدموا على امحوتب، لان ده جزء يعني بيعتبروا انه جزء ايه مكمل كده، ان انت جاي فانت في فند بتكمل الكولابوريشن بتاعك، لكن ات ذا سيم تايم في ناس كانت خارج امحوتب وجايه تاخد الجزء. هم عايزين كولابوريشن ما بين الجامعات المصريه وما بين الانستيتيوت الفرنسيه، ده يهمهم جدا. من فتره كنا منظمين مؤتمر من في 2019، وانا كنت جايب الجامعه باريس ساكلاي، كانت هي بارتنر معانا في المؤتمر. والملحق الثقافي الفرنسي نفسه جه كراعي المؤتمر، كراعي المؤتمر عشان الفرنسيين كلهم كانوا هناك. ف كانت يعني هو حابين ده، ان يبقى في تعاون قوي جدا ما بين الجامعات الفرنسيه والجامعات المصريه، هم بيسعوا لده اصلا. هو جامعة بني سويف ما شاء الله برضه في الكولابريشن وفي البروجكت، يعني بيقول تاتش وود. ونتمنى برضه الحمد لله النهارده يكون وش حلو على حضرتك زي ويبنار الاس تي دي اف، هو دايما يعني ربنا جزاكم الله خيرا وربنا يجعل في ميزان حسناتكم. والله الحمد لله ساعه ويبنار الاس تي دي اف لما بتاع الطلبه الاندر البوست جراديوت، يعني الحمد لله عملنا الويبينار في 8 من الكليه من عندي خدوا حصلوا على البروجكتس دي، كانت اللي هي 250,000 للماجستير وكانت 350,000 للدكتوراه، في 8 من عندي من الكليه خدوا، من ضمنهم فيهم 4 الحمد لله من الطلبه تبعي، الطلبه اللي هم شغالين معايا. فيعني انا طبعا مش هينفع اخد تاني المشروع ده لان انا خدته بالفعل وموجود، هو اوريدي راننج، لكن اتمنى طبعا الزملاء ان شاء الله يقدموا وان شاء الله ياخدوه. يعني يعني بيقدم عليه مره واحده وخلاص ما يقدرش ياخده تاني؟ ما انا ما ينفعش، انا خدته دلوقتي كبي اي، ما ينفعش ادخل مره تانية كبي اي، لكن ينفع ادخل ككو بي اي مع حد طبعا، ينفع ما فيش مشكله، لكن ليه مش هبقى الباحث الرئيسي. تمام. هو اخر سؤال، مقترح بحثي لاثنين اساتذه وواحد استاذ مساعد وطالبه ماستر من جامعه واحده مع الشريك الاجنبي، وهل لابد ان يكون فرنسي؟ يعني هو بيقول لحضرتك الترتيب ده مظبوط، استاذ واستاذ مساعد وطالب ماجستير من جامعه واحده، والشريك الاجنبي يكون لازم يعني يكون فرنسي، مش يعني بس يكون واخد بوزيشن في فرنسا. تمام. انما الاستاذ واستاذ مساعد وطالب زي الفل، ما فيش مشكله، هيبقى البي اي وكو بي اي، وفي ستودنت موجود معانا. تمام. بس
تمام، اتمنى بقى المره الجايه ان شاء الله نعمل ايراسموس، لان بصراحه ايراسموس دي عقده كبيره، مفيش حد تقريبا بيعرف اصلا يدخل. والله الحمد لله، يعني احنا واخدين ايراسموس مع باريس سبلاي برضو من ضمن التعاون اللي هو الممتد. وده احنا الحمد لله كان في كان ده كان موبيليتي، يعني كان في عدد موبيليتي كتيره جدا الى الان راننج يعني، ففي طلبه خلاص ان شاء الله المفروض تسافر، بس لولا الازمه اللي موجوده بتاع الكورونا. وواخدين برضو الحمد لله، برضو انا كنت واخد ايراسموس مع فيجو في اسبانيا، فخدته مرتين برضو. فان شاء الله ان شاء الله نعمل حاجه على ايراسموس ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا يا دكتور، واسعد الله مساءكم بكل خير، وشكرا جدا لضيوفنا الحضور، كل استفدتوا، وان شاء الله باذن الله تقدموا عليها وتاخدوها ان شاء الله. شكرا جزيلا ليكم، مع السلامه.